بسم الله الرحمن الرحيم. ندوة النهارده عن الطريق للتربية. الأول مرة يحضر لي، أنا اسمي دكتورة بابي ششتاوي، أنا بكالوريوس تربية فيزياء وكيمياء وماجستير علم نفس ودكتوراه تنمية بشرية وشغالة في علوم الطاقة كلنا فكرة إن احنا نربي ولادنا كويس دي رغبة كل أب وأم، صح؟ واحنا كلنا اهالينا بذلوا قصارى جهدهم ان هم يربونا كويس، صح؟ بس مش كل، يعني مش عايز اقول مش كلنا، مش في حاجات بتفلت منهم، يعني كل الاباء وكل الامهات عايزين اولادهم متربيين، بس مش كل الاولاد بيطلعوا متربيين نتيجه اخطاء في التربيه. هم نفسهم يبقوا بيرفكت ومتخيلين ان اللي بيعملوه ده هو الصح، بس اللي بيحصل ان هم بيعملوا ممارسات خاطئه، قصدهم انهم يدفعوا اولادهم في الطريق الصحيح، والنتيجه ان الدنيا بتبوظ معاه. اوكي، ان في حاجات هم ما يعرفوهاش، هم ما خدوش بالهم منها. تعالوا نشوف زي ايه كده. بصوا، مبدئيا دي حكمه فرعونيه من خراورع، هو الاسامي الفرعونيه فيها اشكاليه يعني، فده المفروض زي الملك خفرع كده، اللي هو خراورع ده، وهو زي الملك خفرع بيقول نحن الأمة التي صنعت الأخلاق، لأن حياة أو إنسان من غير أخلاق ما عندوش حاجة، ومجتمع من غير أخلاق مهما بلغ التقدم العلمي برضو ما عندوش حاجة. يعني دايما بقول مثلا اللي هم شغالين في تجارة الأعضاء، ما كلهم أطباء معظمهم، وأكيد بدل أطباء فهم كانوا من أوائل الثانوية العامة، وكانوا من مستوى اجتماعي واقتصادي مرتفع، اللي تدنى بيهم الوضع ان هم يبيعوا اعضاء. اكيد في اشكاليه او في مشكله. فعشان كده لازم العلم يكون معاه اخلاق. لو علم من غير اخلاق كارثه. يعني العلم ده زي الكوبايه مثلا، احنا هنملاها ايه؟ لو في اخلاق فهي بتقودنا في الطريق السليم، لو ما فيش اخلاق ممكن بقى نلبس في اي حاجه مش كويسه يعني. حد فاكر الهرم ده؟ شافه قبل كده؟ حد خريج علم نفس او هرم مصر للاحتياجات الانسانيه؟ برافو عليكي. احنا على فكره البني ادمين كلهم زي بعض، يعني في ساعات يصدروا لنا فكره يقول لك ايه الموضوع ده يمشي في امريكا ما يمشيش عندنا، قصه المرور واشارات المرور وان هم يخصخصوه، ده يمشي في الامارات ما يمشيش عندنا. احنا مش بنمشي على ايدينا، احنا زي كل الناس، حط سيستم الناس هتمشي عليه. يعني فكره ان احنا مختلفين عن الناس، لا بالعكس، احنا احسن كمان من شعوب كتير، بدليل ان المواطن المصري ده، الراجل المصري اللي مش عارفين يشغلوه في مصر وبيقول لك بيعمل كوارث ومش ماشي مش عارفه ايه، حطوه في اي سيستم، شغلتوه في امريكا هيشتغل، في انجلترا هيشتغل، في الخليج بيشتغل، في الدول في جنوب شرق اسيا بيشتغل. يبقى المشكله مش في البني ادم، المشكله في السيستم. فالهرم مصر ده لكل البني ادمين. فعشان نرتقي بولادنا، اول حاجه بيقول لك ايه، الواحد اي بني ادم لازم ياكل ويشرب ويتجوز، وي وي وي. ده طبيعي، ده طبيعي. على فكره الجواز المبكر اللي بيحاربوه في مصر، العلاقات المبكره موجوده في كل العالم، صح ولا غلط؟ يعني هل ما فيش علاقات مبكره في اوروبا؟ هل ما فيش علاقات بين الطلبه في الثانويه العامه مبكره في امريكا؟ في. فدي مش، دي مش مشكلة عندنا، ان احنا زي اي بني ادم، دي حاجات زي كل البني ادمين. يعني دي هم صدروها لنا انها اشكالية في المصريين، قصة الزواج المبكر وقصة القصة. هم بيعملوا علاقات بس ما يسموهاش جواز، وبينتج عنها اطفال، صحيح؟ ولما رحت امريكا في المدارس الثانوي لقيتهم عاملين حضانات، يعني لقيت الاطفال هم يعتبروا برضو اطفال. على فكرة هم ضد ان المراهقات يجيبوا اطفال، ليه؟ لانها كبنيان ضعيف وكنفسيا ضعيفه. بس بدل جاب الطفل، بصوا بقى اهتمامهم بالتربيه، الطفل ده مش ابن مامته زي عندنا في مصر، الطفل ابن المجتمع. فانت ما تجيبيش طفل وتسيبيه يطلع متعقد مجرم يكفر سيئات المجتمع، متخيلين الفكره؟ فعشان كده بيعملوا حضانات في مدارس الثانوي عشان ابناء المراهقات. شفتوا اهتمامهم بالطفل قد ايه؟ بعد ما بنبني المستوى الاول بندور على السلام، السلامة الجسدية. أهلا وسهلا.
ماشي، والامن الوظيفي وامن الموارد ويوي. لما بنشبع المستوى ده ونشبع المستوى ده، هنتجه نعمل صداقه ونعمل علاقات اسريه. بعد ده هنحترم نفسنا ونحترم الناس، وبعدين نتقبل الحقائق ونحل المشكلات والابتكار. احنا كلنا محتاجين نوصل لاعلى حاجه، ان احنا نتقبل الحقيقه ونحل المشكله ونبتكر. صحيح؟ طب سؤال، هو ماسلو بيقول لما المستوى ده بيشبع بننتقل للمستوى الاعلى، المستوى ده بيشبع بننتقل للمستوى الاعلى، المستوى ده بيشبع بننتقل للمستوى الاعلى، انسون صح؟ طيب اول مستوى الاكل والشرب والميه والنوم والسكس والتوازن، ده مشبع عندنا ولا مش مشبع؟ مشبع. مفيش حد في مصر بيموت من الجوع على فكره. المستوى ده مستوى الكفاف، الواحد ياكل اي حاجه. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني مش مهم اكل ديك رومي او اكل كفته ولحمه وكباب، لا لا لا، اكل كل حاجه ما جوعش يعني. فلما ده المستوى ده بيتحقق بنتقل للمستوى التاني، ادور على الامن بتاعي. عشان كده الخليفة عمر بن الخطاب في عام الرمادة وقف قطع يد السارق، ووقف العمل بآية من آيات المصحف. حصل ولا ما حصلش؟ ليه؟ لأن هو عارف أن الحاجة للطعام أهم من الحاجة للأمن. صحيح؟ والواقع دي مثبتة. يبقى هو لما ده بيشبع بننتقل، الإنسان حس بالأمن بيعمل صداقة بيحترم الآخرين. السؤال بقى، بدل المستوى ده مشبع وكل الناس الحمد لله بتاكل في مصر وبتشبع، في مجتمعات ما فيهاش المستوى ده ومجتمعات ثريه. يعني الفقر المدقع ده انا شفته في السعوديه، شفت في السعوديه مثلا واحده في خيمه ولا في عشه صفيح في الصحراء ما عندهاش كوبايه ميه، ما عندهاش. لكن احنا طبيعتنا بقتنا ثريه. ده احنا مش كده بس، احنا بقتنا ثريه واحنا اللي بنفقرها. يعني تخيلوا مثلا كل الشجر اللي مش مثمر اللي في الشارع ده، لو شجر مثمر هيفرق في ايه؟ ما دي بتاخد ميه ودي بتاخد ميه، ودي مكان في الشارع ودي مكان في الشارع. يعني بالعكس، ده في اشجار اختفت، يعني شجر الجميز والحاجات دي انا ما شفتوش، انا اسمع عنه من الافلام القديمه ان هو كان موجود في الشوارع والناس بتاخده وتاكله. دي بقت مزار في جنينه الازبكيه، دي بنروح نزورها بعد المحاضره. شجره واحده فكر بس، لما اشوف افلام اسماعيل ياسين زمان، لا ده كان موجود الشجر المثمر ده، كان شيء. وكل دول اوروبا فيها اشجار مثمره في الشوارع. يعني احنا عندنا بيئتنا ثريه، احنا اللي بنفقرها. فلما السؤال بقى، ان احنا كلنا بناكل وبنشرب والحمد لله، يعني مفيش حد ميت من جوع، وكلنا في اكل في ثلاجتنا ممكن يكفينا 15 يوم، مش شرط لحمه، ممكن عندي كيس مكرونه، ممكن عندي لقمه بجبنه. صح؟ طيب السؤال بقى، بدل ده موجود في مصر، ليه الناس بتضحي بأمنها عشانه؟ ليه؟ يعني ليه مثلا الأمن الوظيفي؟ ليه واحد ياخد رشوة وهو محافظ مثلا؟ السؤال ليه؟ هل هو مثلا ناقصه أكل أو شرب أو؟ بالعكس، ده احنا كل ما تقدمنا في السن كل ما احتياجاتنا بتقل. يعني دايما بقول الإنسان بيتولد كده وبيموت كده، صح؟ في رحلتنا من ميلاد للموت ايدينا بتفتح. صحيح؟ طيب يعني انا وانا صغيره لو كلت 6 بيضات يدخلوا في عظمي، انا في سني ده لو انا كلت 2 بيضة جسمي ياخد بيضه ويتخلص من بيضه، جسمي ما يتمثلش فيه غير بيضه واحده عشان بس ما ياخدش من العظم. لو خدت 3 ياكل بيضه ويتخلص من بيضه والبيضه الثالثه تعمل مشكله، مش عارف يعمل فيها ايه، ولا عارف يستفيد بيها ولا عارف يتخلص منها، تعمل بقى اي مشاكل. فالطبيعي ان انا ما عنديش، يعني ما عنديش مواطن صرف حتى يعني في الاكل والشرب والهدوم. حتى ما قعدناش بنطول او ساعات نطلع حاجه كده، ايدي ده بقى لها سنه ما لبستهاش، ده بقى لها 2 سنين بكيسه. صح؟ بيحصل. غير الاطفال ان كل شويه بيطولوا. فلما يبقى حد مثلا عنده 50 سنه، ليه يضحي بامنه الوظيفي مع ان المستوى ده مشبع؟ ليه في مصر ما بننتقلش للمستويات الاعلى؟ يعني ليه احنا كلنا واقفين هنا؟ ليه؟ حد عنده اجابه؟ نفسك تعرف الاجابه. مره حد من صحابي بيحكي لي ان هو كانوا بيروحوا زي تصدقوا كده على الولاد الغلابه يعني. فبيحكي لي زمان ان كان القرش صيغ يجيب رغيف عيش وطعميتين. كويس؟ فلقى ولد غلبان فبيديله فلوس، فبيقول له القرش ساغ ده هتعمل بيه ايه؟
قال له القرش الساغ دي هجيب برغيف عيش وطعميتين. قال له لو قرشين ساغ. قال له رغيفين واربع طعميات. ثلاثة ساغ، ثلاث ترغيفة وست طعميات. عشرة ساغ، عشر ترغيفة وعشرين طعميات. قال لي والولد قعد يزود كأنه مش هيشبع، لأن الشبع ده معرفوش، معرفش الشبع، عمره ما شبع. فالمستوى ده مكسور عنده على المستوى النفسي، إن في يوم من الأيام الأكل هيخلص. وتلاقوهم في المدارس عيال صغننة كده رفيعة تسرق منها السندوتشات، وعيال مليانة كده تسرق السندوتشات. الولد اللي بيسرق السندوتش الساندوتش بتاعه موجود في الشنطه، بس هو جواه خوف نفسي، قلق ان هو ممكن العيش ده او الاكل ما يلاقوهوش في يوم من الايام. فهو من جواه دي اللي بنسميها تربيه جوع، لان العين اللي بتشبع مش البق. الناس اللي عندها ثلاجه مفتاح، اللي عندها الفاكهه محطوطه ما حدش يبص لها. فالولاد نفسيا جعانين. نفس القصه بالنسبه للفلوس. في الأرياف مثلا ناس كويسين جدا وكل الخير موجود في البيت، يعني موجود القشطة وموجود اللبن وموجود الطيور وموجود كل حاجة. فالولد نفس الفكرة ما بيشوفش فلوس، ما هو محتاج فلوس في ايه؟ يعني بابا بيقول له انت محتاج الفلوس ليه؟ المدرس هيجي يديك الدرس اللي انت عايزه، عايز فاكهة هي موجودة، عايز مش عارفة. فالولاد ما بتمسكش فلوس، فيطلع عنده المستوى ده مكسور المستوى النفسي، يطلع ما بيشبعش من فلوس. فاهمين الفكرة ازاي؟ فهي العين اللي بتشبع مش الايد، والعين اللي بتشبع مش لازم الطفل يمسك فلوس، ولازم احسسه بالثقة، ولازم اقول له خد وهات الباقي. انت يعني الفلوس احطها له مثلا قدامه، يبقى في درجه هو عارف مكانه، يبقى في فازة او في كاس قدام التسريحه، او بحس يعني حتى في الطاقة يقولوا ايه، ان المرايات طاقتها سلبية في البيوت، اكسب ما عدا في غرفة المعيشة. ليه في غرفة المعيشة؟ لأن لو أنا مثلا عاملة فرخة بالمراية هيبقى أربع خمس فرخات. لو حطيت الفلوس قدام التسريحة فالمراية هتعكس الفلوس فهشوفهم كتير فالعين تشبع. فأنا أعمله بثقة، عايز ماما 2 جنيه، خد 10 جنيه، خد اللي أنت عايزه ورجع الباقي. أبقى أنا عارفة في إيه. بمرور الوقت هيحس إن الفلوس دي حاجة ما هنش نفسي عشانها. حاجة ما ضحيش بصداقتي عشانها، حاجة ما ضحيش بأمني عشانها. فهمتوا الفكرة ازاي؟ يبقى بالنسبة له الفلوس عادية. ممكن معهوش، يعني احنا بنشوف ناس معهمش، يقولك المشكلة كام؟ 10,000 جنيه، والله لو معي كنت اديتهم لك. وممكن التاني معاه 100,000 ويتكلم في 100 جنيه مثلا. ملوش علاقة هو معاه كام، هو تربية جوع ولا تربية شبع. ففي التربية لازم الولاد تشوف وتمسك. حد برضو قال لي ان هو بيعمل القصة دي فبيتحايل على ابنه، بسم الله ما شاء الله ربنا يبارك له فيه، يعني ان هو ينزل يشتري حاجة. الولد مش عايز لان الحاجة متاحة طول الوقت. فده اللي تربية شبع. فتظهر الاخلاق بقى، لما المستوى ده يشبع هيحافظ على امنه وامن اللي معاه. لما الامن يعرف ان في صداقة، ما يبيعش صاحبه، ما يشهدش على صاحبه زور. ده في ناس يعني مثلا في الحكومة أو في المجتمعات بتاعة الورق وكده، ممكن يشهد على زميله غلط ويمضي على مذكرة وعارف إن زميله ما غلطان مش غلطان، ولما نكلمه يقول أنتوا عايزيني ما أقول له، أقول للمدير لا ولا المديرة لا، يخصم لي المكافأة ولا يخصم لي الحوافز ولا يخصم لي السهر. كأن الفلوس دي منطق إن إحنا نبيع قيمنا عشان، يبقى ده أكيد تربية جوع، ما ظهرش قيم. فلما يبقى هو تربية شبع هيعرف يعني ايه صداقة، يعرف يعني ايه أسرة، يعرف يعني ايه ألفة. بعدين يرتقي للمستوى الأعلى، ان هو يحترم نفسه ويحترم يحترم الناس. أعلى حاجة بقى انه يتقبل الحقيقة وحل المشكلات والابتكار. لكن احنا في مصر عندنا مشكلة في المستوى ده، فمش عارفين ننتقل للمستوى الأعلى، مش عارفين نحافظ على علاقات أسرية. ممكن أسرة تبقى قائمة بذاتها، والزوج مثلا يشوف واحدة كويسة أو واحدة أغنى أو ممكن الأسرة تتهد والعلاقات الأسرية ملهاش معنى. ليه؟ لأنه في الأصل في مشكلة في التربية. ممكن الأصدقاء بيبيعوا بعض، وإحنا كل ده بقت حاجة عادية في المجتمع المصري، إن أنت حتى لو عندك صاحب يعني ما تدلوش ظهرك 100%، إنه ممكن يبيعك في أي لحظة، لأن برضو عندنا مشكلة في المستوى ده. أوكي؟
ده نموذج اي بي سي، ده نموذج معرفي سلوكي، النموذج ده اللي عملت عليه رساله الدكتوراه. انا عرضته اكتر من مره، حد فاكر ايه الاي اللي كان بيحضره؟ يعني الاي والبي والسي، او تتوقعوا ان هم ايه؟ حتى انت يا بروتس. البي البيهافير، البي التصرفات، السلوك يعني التصرفات، زي الفل. والسي الكونسبتس، الافكار. انا في دماغي افكار بينتج عنها تصرفات، والافكت اللي هو الوجدان، المشاعر. اي انسان هم الثلاثة دول فوق بعض، شوية افكار شوية تصرفات وشوية مشاعر. حلو الكلام؟ ماشي. النموذج بيقول ان الثلاثة بيأثروا ويتأثروا ببعض. اوكي؟ فانا سلوكي او تصرفاتي بيعكس افكاري في كل حاجة، حتى في اللبس. يعني ممكن اشوف حد لابس ايه اعرف دماغه ايه. يعني لو حد لابس كوتشي ومش عارف ايه وفتح القميص وبتاع، يبقى ده واحد بيهتم بصحته. لو واحد لابس كرافات مثلا وكلاسيك وبتاع، ده واحد بيهتم بمكانته المجتمعيه وعايز يحتل مكان. لو واحده مثلا جايه ندوه بجينز وكوتشي وبتاع، دي واحده عندها صحتها بريورتي، صح، افضليه. لو واحده لابسه لا، دي فاهمين قصدي. فمن لبس انا ممكن استشف الشخصيه، ده مش من الاكل. يعني حتى مثلا الحاجه اللي الواحد بيطلبها، يعني عند الناس مثلا الاكتئاب هو الاحباط، وفي علم النفس في رابط الاكتئاب والاحباط، اللي تلاقيه مثلا يركن ويقول انا نفسي في حاجه مسكره، ده عنده اكتئاب. الجسم بيميل لده عشان يعالج الاكتئاب. المكرونات ده احباط، عايز يحقق حاجه ومش عارف يحققها، متخيلين لدرجه ايه؟ فالسلوك بيعكس التصرف، بيعكس الفكره. انا ما بشوفش افكار حد، لكن انا بشوف تصرفاته. اوكي، الكلام بنعتبره من الافكار ولا لا؟ مش دايما الكلام بيعكس الافكار. عملوا دراسه في امريكا، كان في مرشحين للرئاسه، ثلاث مرشحين، فيهم واحد بيتكلم عن احترام القانون وازاي نحترم القانون واهميه احترام القانون ومش عارفه ايه، وكان في قانون بيقول ان اللي يدعم مرشح بيحط طابع بدولار على العربيه. فجم بتوع علم النفس مسكوا ورقه وقلم ويشوفوا صوره المرشح وحطت الطابع ولا لا، لقوا اقل ناس حتى الطابع اللي بدولار اللي هم مصدعين الناس بالقانون. فقالوا ان الكلام ما بنعتبروش انعكاس للافكار، قد يكون معها وقد يكون ضدها. بالعكس، ممكن الواحد بيتكلم عن حاجه كتير وهو بعيد عنها عشان يخفي نقص جواه. يعني كان في واحده صاحبتي كان خاطبها مصدحها بالاخلاص ويقول لها الخيانه دي بالفكر، لما سابته اكتشفت ان هو بسم الله ما شاء الله يعني مظبط الدنيا ويتكلم على الخيانه بالفكر. فالناس دي موجوده وتلاقيكم قابلتوهم وتستغربوا، تقولوا يعني اللي يشوف شكله كذا لكن تصرفه في ناحيه ثانيه. اوكي، بالعكس بقى، اللي بيتصرف تصرف ناس بيتحسب عليهم. يعني لو انا خدت لوك بتاع ناس معينه، مش هقول الناس اللي هم الغلطانين. يعني كان في واحد زميلنا اسمه جورج كان عامل اللوك بتاع فرقه المصريين اللي هو الشنب والدقن ده، فجم بيلموا الاخوان لموا معاه، هو في العربيه يقول لهم والله العظيم انا اسمه جورج، وكمان بتتريق اسم، خد علقه من الاسم، من الجامعه للاسم، ما خدهاش الاخوان، عشان هو اتصرف التصرف بتاعهم. ماشي. اهم حاجه بقى اللي هقوله ده، ان المفروض الانسان بتبقى تصرفاته ماشيه مع افكاره. لما انا اتصرف تصرف ماشي مع افكاري، بيبقى الوجدان الافكت بتاعي ايجابي، بحس بارتياح. لو انا اتصرفت تصرف عكس افكاري، بحس ان انا مش مستريح، وابقى في صراع، يا اما اغير افكاري يا اما اغير تصرفاتي. فاهمين الفكره ازاي؟ يعني انا المفروض بتصرف تصرف ماشي مع دماغي، ما ينفعش امشي بدماغ حد. لو انا في فتره ما مشيت بدماغ حد، هفضل نفسيا مش مبسوطه، يا اما اتبنى فكره
يا اما اغير تصرفاتي لكن هيجي لي اكتئاب. انتوا فاهمين قصدي؟ يعني انا ما اقدرش اعمل دماغ حد ما اقدرش، ممكن اتحمل مره واثنين وثلاثه بس في الاخر هيحصل اكتئاب لو انا ما وصلتش للتوازن. والفتره دي ممكن تاخد فترات، يعني ممكن ناس مثلا فضلوا كده 20 30 سنه ان هم بيعملوا حاجه مش مقتنعين بيها عكس اللي اتربوا عليه. هضرب لكم مثال اللي يخلي لما بنقول تاريخ السينما المصريه فهو تاريخ الفنانه شاديه طبعا، صح؟ اللي يخلي واحده باسمها وبتاريخها الفني وباعمالها المحترمه الجميله انها تعتزل؟ ايه اللي يخليها تعتزل؟ يعني ايه اللي يخليها تفكر انها تعتزل؟ لانها رغم كل ده كانت اكيد في صراع لغايه ما وفقت ما بين تصرفاتها وما بين افكارها عكس اللي اتربت عليه، عكس اللي باباها ومامتها اتربوا عليه من وهي صغيره. وده اللي خلى واحدة زي سامية جمال وهي راجعة من أمريكا في الثمانينات رقصت، مع إنها كانت سنها كبير، والرقص كمان غير التمثيل، يعني بيحتاج يعني له حاجات تانية. ده هي اللي اتربت عليه. أنا مش بقول حد صح وحد غلط، بقول لكم إن كل واحد بيسلك زي دماغه، زي ما اتربى، زي أصله. حتى لو جت فترات شاذ أو فترات بعد، فأنا لو ربيت حد كويس وحصلت له حاجه وحسيت ان هو ايه اللي عمله ده ومش عارف هيبقى في صراع وهيرجع تاني. واضحه الفكره؟ يعني اقول لكم مثال تاني. لو انا مثلا واحد متربي، كلنا كمسلمين عارفين الخمر حرام، والمسيحيين كمان عندهم الخمر حرام، صحيح؟ لو جه ولد في فتره المراهقه شرب خمر هيحصل له ايه؟ هيحصل له دي عكس افكاره انه في بيئه متدينه والخمر حرام، صح؟ هيبقى عنده وجدان سلبي، يبقى في صراع لغايه ما تحصل حاجه من الاثنين، يا يبطل يعدل سلوكه ويبطل يخرج مع اصحابه ويشرب خمره، يا حاجه تانية ان هو يشوف شيخ يحلل له الخمر بحيث ان الدنيا كلها تبقى ماشيه ايه، ماشيه مع بعض. متخيلين الفكره ازاي؟ علشان كده انا لما بزرع فكر ايجابي انا بطمن وبحصده قبل كده. بعد كده عشان كده مهم جدا في الاطفال ان احنا نزرع الافكار الايجابيه، ومهم جدا في اول 7 سنين. وبلاش بقى قصه الايه الحاجات يعني الصغيرين، او احنا بننتقل من المحسوس للمجرد، من حاجه حاسينها لحاجه مش شايفينها. يعني هما مثلا ما يعرفوش فكره الحرام والحلال، لكن يعرفوا ايه مثلا الطفل لما يجي من الحضانه، ده بتاعنا ده بتاعنا ده بتاعنا، ده مش بتاعنا، ده بتاع مين؟ ده بتاع صاحبي الميس اديتهولي، خدته في الحضانه، مش بتاعنا يرجع لاصحابه، ما ناخدش حاجه الناس. ده اللي هو يفهمه، ده اللي هو يفهمه. فيطلع من وهو صغير عارف ان حاجه الناس دي ملوش دعوه بيها. لما يكبر او لما تكبر حتى لو خطيب صاحبتها وحبها ما تعبروش، تقول لك مش بتاعي، ما خدش حاجه حد. بيحصل تعميم زي الاطفال الصغيرين عندهم كل الستات ماما وكل الرجاله بابا. فهو احنا صغيرين ما ناخدش جمه صاحبي، ما ناخدش قلم مش بتاعنا يرجع لاصحابه، نقول الميس مش بتاعنا، يبقى هي مستحيل تبص لحاجه حد، لان كل واحد له ظروف. فببتدي ازرع افكار ايجابيه وافكار حياتيه وبزرع كذا فكره. يعني مثلا قصه الخمور او التدخين او كده مش قصه حرام او حلال بس، قصة التدخين مثلا اقول ايه ده؟ انكل ده ما بيحبش طنط، لو بيحبها ما كانش عزم عليها بسجاير. فبربط فكرة الحب بفكرة الصحة بفكرة الخوف، وان التدخين ده بيضيع الصحة. طنط دي امورة قوي بس لما بتضحك سنانها بايظة، ليه من التدخين؟ يا ريتها ما كانتش بتدخن كانت سنانها بقت حلوة. نفس الفكرة، ان انا ربطت فكرة التدخين بفكرة الجمال. هو الفلوس اللي بيدفعوها في السجاير دي بيدفعوها ليه؟ مش الفلوس دي كانوا حوشوها مثلا وراحوا اتفسحوا بيها احسن؟ بربط فكره التدخين بفكره ان الترفيه، ان الفلوس دي نوفرها. طنط ولا انكر في المستشفى اصل هم شربوا سيجاره وتعبوا ومش عارفه ايه وبتاع، فبربط التدخين تاني بالصحه. فانا كده بحوط الفكره من كذا حاجه. فمش فكره بقى ان يشوف شيخ يحلل ولا يقول لك لا هاخد فلتر مثلا السيجاره عشان ما تاثرش عليه، لا ده متعلقه بالجمال ومتعلقه بالحب ومتعلقه بالتبذير ومتعلقه باي حاجه. فلو شرب سيجاره يوم او يومين بعد كده هيبطل،
ولو سالته ناس شربوا سجاير وما كملوش ليه يقولك اصل انا ما بحبهاش. هو مش عارف ما بيحبهاش ليه، بس هو اكيد في بيئه ناس مش مدخنه ولقى كذا، ما طبيعي مش مدخنين بينقضوا المدخنين، ولقى كذا نقد له، فالفكره اتكونت. فانا طول الوقت المفروض ازرع افكار ايجابيه، عشان لما بزرع افكار ايجابيه المفروض بتظهر فين؟ في السلوكيات. ولما تظهر في السلوكيات هيبقى الولد مستريح، ولو عمل حاجه عكس اللي انا علمته له في فتره المراهقه، لان طبيعي الاطفال في فتره المراهقه بيميلوا لاصحابهم اكتر ما بيميلوا للاب والام، ففي الحاله دي هو هيرجع لافكاره، ولو عمل حاجه مش مقتنع بيها هيفضل في صراع لغايه ما يرجع زي ما اتربيت عليه. ممكن الصراع زي ما قلنا 10 سنين 20 سنه 30 سنه، بس في الاخر هيرجع زي ما انا ربيته، الافكار اللي انا زرعتها في دماغه. عشان كده مهم جدا ان انا ازرع افكار ايه؟ ايجابيه. في بعض الاحيان احنا بنزرع افكار وما لهاش نتيجه في الولاد او سلوكيات، مثلا يا حبيبي اطفي النور، يا حبيبي اطفي النور، يا حبيبي اطفي، نحس ان احنا بنبدا في ملطه، صح؟ ممكن ده لما يتجوز يطفي النور ان شاء الله. الفكره بتاخد وقت فعلا عشان تنضج، يعني في بعض الاحيان لما بندي افكار الافكار مش في ساعتها، التربيه عايزه صبر. زي بالظبط يقولوا زي البذره، البذره بتبقى في باطن الارض، ممكن نرويها مثلا زي الخيروزان السيني ده بيقول ان البذره بتاعته بتبقى تحت الارض تقريبا 5 سنين مثلا او اكتر. طول ما احنا بنرويه يتهيألك ان مفيش حاجه، مفيش حاجه طالعه، لكن بعد شويه بتبتدي تطلع. هو الانسان كده، هو الانسان كده بياخد وقت. وقيمه الفكره انها تظهر في تصرف، افكار مش منعكسه في تصرفات ملهاش لازمه. يعني انا لما قررت اشرب شاي من غير سكر، لما عرفت ان السكر مضر قررت اشرب شاي من غير سكر السنه 2008، وبدات بقى اتحايل بحكم العاده ان احنا مش هنشرب سكر، اكله مع حته بسبوسه، اكله مع شوكولاه، مش عارفه احط عليه حبهان عشان يغير طعمه. اول كوبايه شاي استطعمها من غير سكر 2018، 10 سنين. قد يكون ان انا مش كيفة شاي، قد يكون، بس كنت خدت 5 سنين، بس برضو خدت وقت، وابقى اظل انا افضل من اللي بيشربوا الشاي بسكر، صح؟ لان انا وصلت لكن غيري لسه ما وصلش. ماشي، زي في الصوفيه كده يقولوا ايه، الى اين وصلت يا فتى؟ فرد عليه قال له عالق في الطريق، فلا انا براحه الجاهلين ولا بلذه العارفين. رد عليه قال له ايه، لا باس، فالسير في طريق الوصول وصوله، يعني طول ما انا على الطريق اتس اوكي، كويس، انا كاني وصلت، بس المهم ان ابقى على الطريق واحط الناس حواليا على الطريق واحط ولادي على الطريق، وانا عارفه ان هم في يوم هيوصلوا، ولما اعرف اي حاجه تنعكس على تصرفاتي. لو انا عرفت فكره او معلومه والعلم ده ما انعكسش في تصرف ملوش لازمه، زي اللي ما قللش الملح مثلا، ومعروف ان الملح ده السم الابيض، دي معلومه ملهاش اي لازمه بالنسبه له. اللي لسه بيدخن، فكره ان التدخين ضرب الصحه فكره ملهاش اي لازمه بالنسبه له. ففايده العلم انه ينعكس في تصرف. فانا دايما بحاول احط افكار علميه، افكار صحيحه بتظهر في تصرفات، واكون انا قدوه. واضحه؟ المفاهيم في دماغنا بتبقى بالمنظر ده كده زي ما انتم شايفين، يعني ده راجل في دماغه شويه حاجات كده، صح؟ قد تكون دي المفاهيم المتعلقه باي حاجه، يعني قد تكون ده مثلا مفهوم الرجل عن المرأة، ميبي، ممكن يكون مفهومه عن العمل، جايز، ماشي، ممكن مفهومه عن الطفولة، مفهومه عن الجواز، أي حاجة عندي فيها شوية أفكار. الأفكار دي من روافد متعددة، جزء منهم باخده من ثقافتي، أهلي والناس اللي حواليا، يعني شوية بس اتعلمتهم من أهلي، شوية من الجيران، شوية من الميديا. لما بتيجي فكره جديده، الفكره الجديده دي ببقى عايزه ادخلها هنا، صح؟ فلازم اربطها بافكار هنا. متخيلين ازاي؟ يعني انا لما بقول كلامي تلاقوكم انتوا بتحاولوا تقارنوه بحاجه في دماغكم، ده الدكتوره رباب قالت كذا، ده اهلي كانوا بيعملوا كذا، او مش عارفه فين حصل كذا، او مثلا واحده صاحبتي كانت بتلبس كذا فافتكروها كذا. الكلام اللي بقوله بتحاولوا تلاقوله مكان هنا، صحيح؟ المهم اننا في الاطفال بنسميه ايه،
يعني في حاجه اسمها الذكاء المتبلور مقابل الذكاء السائل. حتى احنا لما بنكبر في ناس عندهم الدماغ دي دوجماتيك خلاص اتصلبت، صعب جدا نشيل فكره ونحط فكره. وفي ناس دماغهم بنسميه الذكاء السائل، بسهوله ان هم يعدلوا ويغيروا في افكارهم، وانا محتاجه اعدل في افكاري طول الوقت، لان افكاري دي مش انا اللي حطيتها، في حاجات اهلي حطوها، وفي حاجات المجتمع حطها، وفي حاجات ما انزل الله بها من سلطان مش كلها صح، مش كلها صح. بس المشكله ان انا الفكره دي اللي في دماغي انها بتظهر في تصرف، فلو الفكره غلط هلبس. يعني لو انا في دماغي فكره غلط فانا طبيعي هتصرف تصرف غلط، وخصوصا بقى لما بتصرف تصرف غلط ولاقيني وقعت في كارثه ابتدي اراجع افكاري، ايه دي الفكره دي وحشه، الفكره دي ملهاش لازمه، والفكره دي منه لله اللي حطها، والفكره دي عايزه تتعدل، وابتدي اشتغل على دماغي تاني. عشان كده بعد الكوارث والازمات افكارنا بتصحح، او بنشوف الدنيا صح، او بننقح افكارنا. فانا مهم جدا ان انا ازرع في دماغ ولادي دي الدنيا بقى عند العيال دي سايبه، يعني مفيش المفاهيم دي، وعند في السن الصغير كمان، عشان كده بسهوله جدا يتاثروا. يعني تلاقي اي تقليعه مثلا السن الصغير يجري وراها، ليه؟ مفيش حاجه ثابته في دماغه. كل ما انا حطيت افكار كويسه قويه مش بسهوله اي فكره تقتحم، متخيلين؟ يعني لما بحط افكار قويه جوه مش اي حاجه تركب عليها، لكن لو الدماغ دي فاضيه اي حد هيزرع اي حاجه، هوبا يلا ماشي. فانا مهم احط منظومه افكار صحيحه، مش احط منظومه افكار صحيحه بس واعلمه يراجع افكاره. لما نشوف مشكله زي مشكله الالحاد مثلا، فعلي جمعه الشيخ علي جمعه يعني بيسالوه على الالحاد، قال والله احنا عملنا دراسه لقينا ان الناس الشباب مش ملحد، الشباب زعلان من ربنا. على فكره احنا كلنا مرينا بالفتره دي، ان انت تزعل من ربنا كده ويا رب ليه ده، يعني انا كويس يعني يا رب تعمل معايا كده، سبحان الله العظيم، صح؟ مش كلنا بنمر بالفتره دي؟ ليه؟ لان احنا في التربيه بنقول للطفل او الطفله ايه، حبيبي قوم صلي ركعتين عشان تنجح، صح؟ طب لو ما نجحتش اخد صلاتي ازاي؟ قوم يا حبيبي صلي عشان ربنا يوفقك، روح صلي الجمعة. تلاقوا بقى العيال وقت الامتحانات بسم الله ما شاء الله المساجد والكنائس مليانه. ليه؟ عشان ينجح. ومسجد الجامعه ده ما تحطش بلاقيش فيه رجل، كله مليان، العيال عايزه تنجح، اللي يسقط فيهم يبقى زعلان من ربنا يلحد جزء منهم يعني. ونفس القصه بالنسبه في الحب مثلا في العلاقات، يعني اشوف مثلا ناس بيحبوا بعض يوم ايه، هو في رمضان يختم المصحف له ولها ويروح يصلي القيام ويصلي التراويح وممكن يصلوا سوا، جات البنت اتجوزت حد غيره، طب الشغل اللي عامله ده هيروح فين؟ يلحد، ده حقيقي زعلان من ربنا، لغايه ما فتره كده الموضوع يترتب تاني ويقول الحمد لله انها مشيت. يعني يعرف ان ربنا اختار له الصح. فهي الفكره ان احنا بنعمل كده فعلا، بنخلي العيال زعلانه من ربنا. ليه؟ عشان احنا بنعلمهم في الدين فكره الثواب والعقاب، حتى في الواتس ارسل هذه الرساله ستسمع خبر صار خلال 5 دقائق. مره واحد بعتها لي قلت له طب ماشي اوكي، لو انا ما سمعتش خبر صار خلال 5 دقائق اعمل ايه؟ قال لي اصبري. يعني قلت له ما انا اكفر يعني ولا اعمل ايه؟ قال لي لا اعوذ بالله يا دكتوره لا اصبري. قلت له طب انا صبره من الاول، يا ليه تحطني في محك يعني؟ فاحنا المفروض بنعبد ربنا عشان ربنا، مش عشان يديني ما يدينيش، هو حر يعني، انا اوريدي ربنا مديني حاجات يعني اعبده عشانها، اللي يدولي ما يدوش بقى من فضله. انا في الحالتين مسلمه ومؤمنه او مسيحيه، لكن مش انا. ودي المشكله في الاهالي ان هم بيربوا غلط، كلام بيحط منظومه غلط في المخ. امال اعلم العيال الدين ازاي او الاطفال الدين ازاي؟ ماما انا خفت قوي وانا في الامتحان، طب ليه ما دعتيش ربنا؟ ليه ما قلتيش يا رب؟ ماما انا خايفه وانا ماشيه بالليل، ليه ما خدتيش ليه ملائكه الحفيظ معاك وانت ماشيه قولي يا حفيظ يا حفيظ؟ ماما انا كنت ناسيه الكراسه، طب ليه ما قلتيش يا لطيف؟ كان ممكن ميس ما شافتكيش. الحاجات دي الولاد بيعملوها بتجيب معاهم. لما ما تبقاش حاجه في الشقه مثلا، طب ليه ما تقوليش الدعاء تلاقيها؟ والاطفال سبحان الله الاستجابه بتاعتهم اسرع من ساعات اقول لها ايه، انت ربنا بيحبك اكتر، انت لما بتدعي بتلاقي الحاجه، انا بقعد ادور شويه. فتحس دايما او الولد يحس دايما ان ربنا معاه، وهما بقى هيكتشفوا حاجات، يقولوا هيجوا بقى يحكوا انا في المدرسه النهارده الميس قعدت اقول يا لطيف يا لطيف الحمد لله ما شافتنيش، مش عارفه ايه اللي حصل، قعدت اقول يا ساتير يا ساتير الحمد لله ربنا ستر. يبقى في الحاله دي هم حاسين بحاجه حياتيه لربنا،
حاجه شايفينها كل يوم، مش حاجه منتظراها عشان اعبده حصلت ولا ما حصلتش. ما ينفعش. ماشي. في مشكله كمان في الافكار، ان انا في تعريف المفهوم، تعريف الكلمه نفسها او السؤال. يعني مثلا ايه؟ دايما السؤال اللي ملوش اي لازمه اللي مساله كل العيال، ها يا حبيبي بتحب، مش لو صاحي كنت سالته، بتحب ماما اكتر ولا بابا اكتر؟ السؤال ده بيصدر حاجه او مشكله للولاد، ان الاب مقابل الام، مش ان هم علاقتهم تكامليه، ان احنا انداد، في نديه في العلاقه. هو الولد بيفهم، الولد ذكي، بعد شويه لما يكبروا يسالوا، ما انا لو قلت لك بحب بابا اكتر هتزعلي، ولو قلت لك بحب ماما اكتر بابا هيزعل، بحبكم انتوا الاثنين زي بعض. وهما طبعا مستحيل يكونوا بيحبوا الاثنين زي بعض، مستحيل، عشان ما فيش حاجه زي حاجه، صح؟ امال اساله ازاي؟ انا عايزه برضه اطمن ابني بيحبني اكتر من ابوه. اقول له ايه؟ حبيبي في عصفور، والعصفور ده على شجره، وفي شجره عليها ماما وعليها بابا، هيروح فين؟ طبعا نهاره لو قال لي روح شجره ابوه دي خلاص كده. انا كده خدت اجابه من غير ما اصدر له علاقه النديه. في المفروض اتعامل مع الاطفال بوعي، اتعامل معاهم بوعي، لان اطفالنا اذكى مننا كتير. ففي بعض الاحيان انا ببرمج لغه او بستخدم لغه، اللغه دي بتحط برامج في المخ بتصدر لهم حاجات سلبيه، زي الاب مقابل الام، زي مدارس الولاد ومدارس البنات، ان البنت مقابل الولد علاقتهم مش تكامليه. دي مشكله في المجتمع، ان هم ما بيكملوش بعض، ان هم ضد بعض، وتلاقوا لهم اغاني كده عكس بعض، البنات البنات والولاد الولاد. فدي بتبقى بتعمل مشكله في المخ. لما بتحط افكار غلط بعد كده التصرفات بتبقى غلط، ونتيجه ان انا زرعت افكار غلط زي ما انا شايفاه. بحط برامج زي برنامج الفشل، كلنا عايزين ولادنا ينجحوا، فلما نلاقي الولد ناقص درجه ولا درجتين ولا ساقط، ايه الفشل اللي انت فيه ده؟ لا، العيال ما بتتعلمش كده. انا كده بظبطه او بحط له برنامج ان هو فاشل. انا لما استخدم معاه لغه ما استخدمش السلبي، انفي الايجابي، ما اقولوش انت فاشل، اقول له انت مش شاطر، فيفهم العقل الباطن ما بيشوفش النفي، فيفهم ان هو شاطر. بص يا حبيبي، هي الدرجه كويسه بس انت ممكن تبقى احسن. لو هو جايب في كل المواد ها وماده ناجح فيها، انت هاي، انت عارف الماده دي اللي بينجح فيها كانه نجح في كل المواد، اصل الماثيماتيك ده او الرياضيات دي مش اي حد يفهمها. ده لو نجح في العربي، العربي ده اللغه بتاعتنا، انت عارف اللي ينجح في العربي ده بسهوله جدا ينجح في بقيه المواد. فالنجاح ينتقل، بحط له برنامج نجاح. لكن لما اقول له انت فاشل ولا انت مش كويس او اعنفه او اضربه او انا كل اللي بعمله اني بهدم الشخصيه. لو هدمت الشخصيه تبقى بقى سلاح مداح لاي حد. النقد ما بيبنيش حد. الاطفال بتتعلم بالتعزيز الايجابي، هايل، برافو، رائع، كويس، حاول تاني، كويس، انت يطلع عنده ثقه بنفسه ومحدش يمشيه. لان الولاد او المستقبل جاي للولاد، احنا مش عارفين زمانهم في ايه. يعني احنا الحمد لله يعني عندنا حاجات خارج مش قادرين نحطها تحت السيطره. تخيلوا بقى كمان 5 سنين ولا 10 سنين، احنا تبقى سيطرتنا على اولادنا اقل، وهم مجتمعهم مفتوح. فانا لو حطيت قيم وافكار ايجابيه وعلمته ان هو يفكر ويبص الافكار وكل شويه يراقب نفسه، هيبتدي يعدل افكاره وما خافش عليه. علشان كده لازم ادي الولاد نوع من انواع الحريه. التجربه بتحمي. في اباء وامهات بيخافوا على اولادهم فبيحرموهم التجربه. اي تجربه بدفع لها، يعني ما حدش بيتعلم ببلاش. في حد بيتعلم ببلاش؟ حتى التعليم الحكومي بتاخد دروس. يعني فكره الحاجه المجانيه دي مش موجوده في الحياه. Nothing for free، مفيش حاجه مجاني. بس كل ما انا اتعلمت وانا كبيره كل ما دفعت فاتوره اغلى. هقول لكم مثال. لو ولد في الجامعه ادمن، او في ثانويه عامه، او في ثالثه اعدادي، كارثه سودا، صح؟ مستقبله ومش مستقبله وبتاع. طيب لو اب ادمن، كارثه بكل المعايير، بيت هيتدمر واولاد هيتشردوا وست هتتطلق والبيت، صح؟ لو بنت في الاعدادي حبت ولد، قلق ورعب ويا حبيبتي خلي بالك ومش عارفه ايه وبتاع. طب لو واحده متجوزه حبت، كارثه، حتى لو بتحبه كويس، يعني حتى لو جوزها وحش واللي بتحبه كويس، دي كارثه برضو. انت عندك زوج وعندك اطفال وعندك اسره وعندك عيال هيتشردوا،
انتوا فاهمين قصدي؟ فساعتها التجربه هتبقى مريره. فاللي بيجرب وهو صغير التجربه بتحميه وهو كبير. يعني اعرف مثلا ستات متجوزه ومش عارفه يجي حد يكلمها ما احنا جربنا الحب خدنا منه ايه يعني؟ عرفت ان الموضوع ما يستاهلش، انها يعني في حاجه اسمها اسره لها قيمه. لكن اللي ما جربتش ما تعرفش. يتهيأ لها ان اي كلمه خلاص. فان احنا نسيب لاولادنا الحريه ان هم يتحركوا، الحريه ان هم يتصرفوا، ده مهم جدا عشان يحميهم. حتى لو غلطوا نوعا ما نقدر الم وراهم طول ما هم صغيرين وطول ما هم اطفال وطول ما هم في المراهقه اقدر الم وراهم. بعد كده لما بيتجوزوا او بيكبروا بيوصلوا سن انا ما بعرفش الم، مش بعرف الم. يعني المتجوزه دي اللي ادمنت مثلا ما فيش اب يقدر يلم وراها، مع ان جوزها عرفت وجوزها والبنت والولد الشراد والدنيا في بيحصل كده. يعني في صحات الادمان في ستات بيدمنوا موجودين. لو مثلا حصلت اي حاجه في سن كبير نتيجه قله خبره او قله معرفه او كارثه، ما حدش بيعرف يلمها. فان انا احاوط ابني او بنتي بحجه ان انا خايفه عليه، انا خايفه عليه بس لازم اديله حريه. لازم يتعلم بالتجربه والخطا. انا صحيح بحط ايدي على قلبي وبقعد ادعي ربنا يا رب استر يا رب سلم يا رب احفظهم يا رب، بس لو انا خليتهم جنبي لا، لان انا دايما افتكر ان انا في يوم من الايام هختفي من مسرح الحياه وهسيبهم. فلو انا خلقت شخصيه قويه هبقى مطمنه عليها. لو انا سبت شخصيه ضعيفه، على فكره الطفل اللي بيقول طيب وحاضر ده ابن مطيع جدا ومريح، بس بعد كده اللي بيقول طيب وحاضر لباباه ومامته هو اللي بيقول طيب وحاضر لاصحابه، هو اللي ملوش راي، هو اللي ملوش شخصيه، هو اذا احسن الناس احسنوا وان اساءوا اساء. فدي في حد ذاتها كارثه. فانا لازم اربي ولادي على الحريه. حبيبي انت حر في اختيارك. ماما بص يا حبيبي اللي هتذاكر هتنجح، مش هتذاكر هتسقط، انت حر. لان الحريه الناس بتتدرب عليها. ايه الحريه؟ مسؤول من وهو صغير، حر ومسؤول. يعني انا بربيه على كل القيم، بربيه على الصدق، بربيه على ان هو يبقى صريح ما يكذبش، بربيه ان هو يدرك قيمه الوقت، ان هو يدرك قيمه العمل، ان هو يعرف قيمه الاسره. ولازم اربيه على الحريه. لان تفتكروا ايه القيمه اللي اختفت تختفي كل القيم؟ يعني في قيمه لو اختفت تختفي كل القيم، اللي هي قيمه ايه؟ العدل. لو في واحد بيحكم وانا قلت له طب بص يعني انت عايز ايه؟ عايز كذا، طب احنا هنعمله بس خلص الموضوع ده، تفتكر هيحكم بالعدل؟ يبقى في قيمه اعلى من العدل، قيمه الحريه. الحريه ان مش شرط ان الشخص يبقى عبد الشخص، ممكن الشخص يبقى عبد المال او عبد الكرسي. فهو لو الشخص عبد المال او عبد الكرسي مش هيبقى عنده اي قيمه، ممكن يكذب عشان الفلوس، ممكن يكذب عشان يترقى، صح؟ لكن لو انا عامله شخصيه حره من كل حاجه هيبقى عندها تظهر كل القيم، ملهاش ثمن. لان اي حد قصاده ثمن هو في الاخر ايه؟ رخيص. لان هو الشخص ده قصاده رقم، لكن الشخص اللي ما قصادوش رقم هو الشخص الحر. الغريبه بقى ان الحريه دي ما ينفعش امنحها للناس مره واحده. يعني ما ينفعش مثلا نعمل ثوره ونبقى احرار، الحريه دي لازم نتربى عليها. متخيلين الفكره ازاي؟ يعني في امريكا لما حرروا العبيد عملوا ايه؟ في ناس اكتئبوا وناس قعدوا يلفوا حوالين بيوت اهل ما يعرفوش حد غيرهم. احنا بعد ما مشينا مبارك هو فين؟ وحشنا والله، كان كويس. هنعمل ايه بقى؟ احنا ما خدناش عن حريه، خلاص مشينا مبارك، طب قعدنا هنعمل ايه؟ على فكره القصه دي حصلت معايا على المستوى الشخصي، ان بابايا ومامتي زي كل الناس عايزين ولادهم جنبهم كويس، وكنا في مدرسه رهبات واحنا ثلاث بنات واخونا طبعا ربنا يخليه يعني، بس ثلاث بنات اللي قريبين من بعض. فنخلص مدرسه في البيت مدرسه، وبعدين بقى ايه؟ دايما الحريه لها بريق كده. فلما رحنا الجامعه وشفنا اصحابنا اللي بيروحوا النادي وبيروحوا مش عارفه ايه وبتاع، فعارفين زي ما نشوف الشعوب الثانيه كده، فعجبتنا اللعبه قوي. طب احنا نعمل ايه في بابا وماما دول؟ مفيش ان احنا ندعي ربنا يا رب بابا وماما يسافروا. الحمد لله سافروا وسايبين فلوس في البيت. حلو الكلام. اول يوم يعني افتكر اللي اتاخرت فينا جت 10:30 مثلا 11 اول يوم. تاني يوم كلنا في البيت الساعه 8،
تالت يوم في اللي خرجت وجات الساعه 6 وفي اللي ما خرجتش. رابع يوم ماما بابا انتوا فين وحشتونا، البيت من غيركم وحش. في حريه وفي فلوس بس ما فيش فكر. مش شرط ان احنا نعمل حاجه وحشه على فكره، يعني كان ممكن اول يوم كلنا نروح عند صاحبتي اللي انا رحت لها، تاني يوم نروح عند صاحبه اختي، تالت يوم عند صاحبه اختي الثالثه، رابع يوم ممكن كلنا مثلا نروح نتعشى في ماكدونالدز او كنتاكي او نتعشى بره، رابع يوم ممكن مثلا نروح النادي مثلا مع واحد حد من صحابنا، لان هيبقى في فكر فنعرف نتصرف. بس احنا لما خدنا الحريه ومفيش فكر ما ينفعش نعمل حاجه. علشان كده لازم ندعم الاطفال والصغيرين على الحريه عشان يبقى في دماغهم في فكر وعشان تظهر القيم، لان احنا مش موجودين في حياتهم طول الوقت. بعد كده لما اعترقنا الحياه بدانا نجرب، دفعنا ثمن غالي ودفعنا من عمرنا، لان بدانا نعرف الناس من اول وجديد، ما احناش عارفين الكويس من الوحش، ما كلهم كويسين ما نعرفش حد. فالاب والام اللي يحطوا اولادهم في قوقعه عشان خايفين عليهم، بعد كده هم بيتعبوا اولادهم بتتعب. اللي بيعلموهم الحريه وان هم احرار ويديهم الفرصه في التجربه وهم وراهم، يعني مش ان هو يجرب ان انا سايباه، لا، ان انا كمان بعترف بغلطي، ده جزء مهم جدا في التربيه. يعني لما ارجع البيت مثلا اقول لاولادي ايه، انا مش بقول لهم بس الاخطاء الفظيعه، لا، اخطاء صغيره. انا النهارده اخطات، انا ما خدتش جاكيت معايا والقاعه كان التكييف عالي قوي، روحت عندي برد. اقول لهم انا النهارده غلط، مش عارفه نزلت من غير فطار، حصل كذا. فالولد بالنسبه له الاب والام مثلا لما يعترف بغلطه، هو الطفل هيعترف بايه؟ لما يعترف بغلطه هيبدا يصححه. لكن احنا كلنا عندنا مشكله في الاعتراف بالخطا، لان كلنا لما كنا نجيب درجات وحشه في الامتحان كنا نقول ايه الدرجه الوحشه دي ليه؟ يا اما الامتحان جه فجاه، يا الامتحان صعب، يا المدرس منطهدني، يا كل العيال ساقطه. اي حاجه بحس ان انا كويسه، هما الوحشين. فانا كده طول ما الامتحان هو اللي صعب وانا كويسه ومذاكره، هستنى المدرس يموت، يا المنهج يتغير، يا مش عارفه ايه كده. احنا عندنا مشكله في ده. ففكره ان انا ادي ولادي حريه وان انا اعترف بالغلط ولما يعمل حاجه الدنيا ما تهدتش. على فكره دايما بقول ان مفيش حاجه الدنيا بتعمر بعدها ومفيش حاجه الدنيا بتخرب بعدها خالص. هما كانوا فاهمين الدنيا غلط، يعني كانوا فاهمين مثلا العيال اللي بتسقط دي دول هيشتغلوا زبالين وهيشتغلوا مش عارفه ايه وايه وايه. والله في ولاد كانوا احنا بنبص لهم كده بقى من نظره اهالين، بسم الله ما شاء الله عليهم دلوقتي كويسين جدا وناجحين جدا في حياتهم، ناجحين جدا في حياتهم. هم صدروا لنا نظره غلط، ولاد كنا متخيلين ان هم هيفتحوا عكه عاديين، وده حصل معانا في الحياه. يعني مثلا اقول ايه، يا سلام دخلت مدرسه المتفوقات في ثانوي عام، دخلت مدرسه المتفوقات ايه اللي حصل؟ طب ادخل الكليه اللي انا عايزاها عشان دخلنا الكليه، طب نتجوز، يعني مفيش حاجه بعدها حسيت اني ماسكه الامر. ونفس القصه الكوارث اللي حصلت في حياتي ما متش بعدها. لما جاء كريستوفر كولومبوس يكتشف امريكا، فطبعا رجال الدين فتولوا فيها، قالوا له ايه، ان انت لو مشيت هتوصل للهاويه، نهايه العالم هتقع، طيب ما حدش هيعرف يجيبك بقى، انت حر. هو شال الفكره من دماغه ومشي. صحيح ما وصلش للهند بس وصل الارض تاني. يعني فكره الهاويه دي مش موجوده في الحياه، يعني مفيش حاجه هتحصل الدنيا بعدها مش هتفتح تاني، يعني ما حصلش. ده دايما الحياه مستمر. وفي ناس بعد ما يفقدوا حد من اللي بيحبوهم، بابا ومامته لما يتوفى يتهيأله ان الدنيا مش الشمس مش هتطلع، ويتهيأله ان مش عارفه ايه وبتاع، تلاقي الدنيا في كل الاحوال مستمر. اوكي،
كلهم طلعوا الحمد لله. الحياة كده والتعليم كده، مفيش اللي احنا بنعمله مع عيالنا ده، بناخدهم كده نرفعهم ونحطهم خالص، عادي ان هم يقعوا، وعادي ان هم يتقلبوا على ظهرهم، وعادي ان هم يحاولوا تاني. لازم نديهم فرصة ان هم يعتمدوا على نفسهم. يعني ايه يعني لو عيل في رابعة ابتدائي سقط في مادة؟ يعني ايه الهوس اللي عند الامهات ده؟ ايه يعني هيحصل ايه يعني؟ بالعكس، ده لو سقط في رابعة ابتدائي هيعرف ان هو يعني اللي بيجنيه ده نتيجة عمله، مش هيسقط بعد كده. لكن لو انا فضلت ازق في وقت انا مش هقدر ادعمه في ثانوي، مش هقدر ادعمه في جامعة، ممكن انا اختفي، ممكن اسافر، ممكن اموت، ممكن يحصل لي اي حاجة. فلازم هو يتعلم يدعم نفسه، هو يتعلم كده. والفشل خطوة من خطوات النجاح، مفيش حاجة اسمها في الحياة فشل. يعني لولا الإخفاقات اللي كانت في حياتنا ما كناش وصلنا للي احنا فيه ده. لو أي حاجة، مشروع من المشاريع اللي احنا كنا ماشيينها كانت استمرت ومشيت ما كناش بقينا هنا. فالفشل خطوة من خطوات النجاح. يعني إديسون لما عمل 1000 تجربة للمصباح الكهربي ونجحت 1001، اعتبر ان كل تجربة خطوة للنجاح. ليه؟ اول مره مثلا المصباح انفجر مثلا، طب مثلا سلك التنجستين ده لا يستخدم التنجستين بدل ماده ثانيه، بعد كده حطه مش عارفه نور وقطع، لا يبقى مش عارفه هو ايه رفيع شويه، طب اتخنه عشان اقلل المقاومه، طب فاهمين قصدي، طب مش عارفه ايه ولع تاني، لا تبقى اقلل شده التيار، مش فاهمين. ففضل يعتبر ان 1000 تجربة كتير جدا في الفيزياء، وتجارب الفيزياء مكلفه، بس كل فعلا كل تجربه حقيقه كانت خطوه من خطوات النجاح، لان كل تجربه عدل عليها حاجه. فانا في حياتي انا ما فيش حاجه اسمها فشل، الكلمه دي الغيها من القاموس بتاعي. الكلام بيبرمج المخ، فلما بستخدم كلام ايجابي انا مخ بيتبرمج ايجابي. استبدل، تخيلوا مثلا لو انتوا استبدلتوا كلمه الوقت بكلمه العمر، وحسيت ان بيكلمك على الواتس 2 أو 3 ده مش بيضيع وقتك، ده بيضيع عمرك، هتتصرف ازاي؟ هتحس بفضيحه الموقف مجرد انك استبدلت كلمه بكلمه. فالكلام بيبرمج المخ. فشالوا بعض، يعني حتى في الانجليش دلوقتي ما عادوش بيستخدموا كلمه مشكله دي، بيسموها تحدي، ما يقولش ان في مشكله، يقول احنا قدامنا تحدي، عشان التحدي دوت لما اسمع كلمه تحدي فبيشحذ الهمم، لكن المشكله ده هيخليني. فانا لما بغير بعض الكلام انا ببرمج مخي صح. فكلمه الفشل دي عايزين نمحيها من القاموس بتاعنا ومن قاموس اولادنا، دي خطوه من خطوات النجاح. حبيبي انت عندك ايه؟ الامتحان كله غلط، طب نعرف دي بتتحل ازاي ودي بتتحل ازاي. الامتحان الجاي بقى ده اكيد مش هتحله غلط، هيبقى خطوه من خطوات النجاح. لكن انا لما اقف عند الفشل حتى في العلاقات العاطفيه، الفشل خطوه من خطوات النجاح، بيخليني في علاقه تانية اكثر صبر واكثر حكمه واكثر تحمل واكثر تفهم. مفيش حاجه الدنيا بتتهد بعدها، لكن فكره ان حاجه هتحصل بعدها اختفي او بعدها موت او بعدها مش هبقى موجوده، لا خالص، احنا دايما موجودين ودايما مستمرين الى ان يشاء الله بقى، لغايه ما كل واحد عمره يخلص. ولو الواحد بيموت وعمره ما خلص هيفضل عايش برضه. يعني في ناس عايشه ميته، يعني لها نفس في الحياه وهي لان مكتوب لها عمر، مكتوب لها عمر. فانا لازم انظر النظره دي، ان مفيش حاجه بعدها الدنيا بتخرب ولا حاجه بعدها الدنيا برضه بتعمر، كل الدنيا عاديه. في مقوله بتقول ايه، شكسبير بيقول في مسرحيه هاملت، لا يوجد ما هو جيد وما هو سيء، ولكن نظرتنا هي التي تجعله كذلك. يعني مفيش حاجة حلوة ومفيش حاجة وحشة، انت باصص للحاجة ازاي، انت باصص لها ازاي. انا ممكن ابص يعني افسر تفسير وحش اشوف الحاجة وحشة، افسر تفسير كويس اشوف الحاجة كويس. حتى الوجدان في اللي هو النموذج الاي بي سي ده يقولك المشاعر ده بتنتج عنه أفكار. يعني قد يكون البعض اتضايق مثلا لأنه ظهر في دماغه أن أنا جيت متأخرة نتيجة استهتار مني وعدم تقدير المسؤولية، لكن مجرد أن هو يعرف أن السكة كذا وأن أنا تهت 3-4 مرات وبتاع ممكن يتفهم الموقف، أو أن أنا لما أنا أعتذر هو هيفهم أن أنا فهم، فالضيق هيروح. يبقى الموقف هو الموقف، لكن الفكرة اللي وراه بتختلف. فلما بغير الفكرة الإحساس نفسه الوجدان بيختلف، وده اللي بيستخدموه في العلاج المعرفي السلوكي. يعني بيقولوا ورا الاكتئاب دي فكرة، لو أنا شلت الفكرة هيحوش الاكتئاب، مش عايزة دواء اكتئاب. يعني اللي مكتئب ده مكتئب عشان في فكرة في دماغه،
لو انا عدلت الفكره الاكتئاب هيروح. ده العلاج المعرفي السلوكي اللي بغير افكار. طبعا احنا مش عايزين يعني اكيد دي كلكم عارفينها، تلاقي السخنانه ده مدوخكم صح. ولادنا فعلا اذكى مننا. الغريبه ان ولادنا مش شبهنا زمان، ولادنا شبهنا دلوقتي. يا تلاقيهم بيصرفوا زيكم دلوقتي، بيتعلموا مننا دلوقتي، لان احنا وقت ما كنا زيهم كنا ساذجين. تلاقي الولد اللي عنده 3 سنين 4 سنين بسم الله ما شاء الله زينا دلوقتي، فلما يجي وقته يبقى قدنا هيبقى كتير اكتر اذكى مننا. فلازم نبقى احنا حاطين في دماغنا ان هم اذكى من احنا متوقعين. وكل الاولاد اذكياء، يعني نظريه علم النفس المعرفي بتقول ان كل الناس اذكياء، بس كل واحد ذكي في حاجه. واحد ذكي في الحركه، عنده ذكاء حركي زي لعيبه الكوره، واحد عنده ذكاء موسيقي زي اللي بيعزفه، واحد عنده ذكاء لغوي، واحد عنده ذكاء حسابي، كل واحد ذكي في حاجه. اللي بيظهر حد كمبدع هو المثابره، ان واحد بيعند لحد ما يوصل، واحد بيسلم. يعني احنا كلنا اذكياء وكلنا بالتالي مبدعين. ما انا في حاجه ذكيه في حاجه، يعني انا متميزه في حاجه. الناس هتعرفني ازاي؟ لما انا افشل واقف وافشل واقف وافشل وابقى عنيده، ساعتها الناس هتعرفني. لو انا استسلمت خلاص الناس مش هتعرفني. وكل النجوم فشلوا في اول حياتهم، اللي خلاهم موجودين هو المثابره، زي الألف تجربة كده بتوع إيديسون. فالمثابرة دي هي اللي بتخلق المبدع اللي بتعرفنا عليه، لأن احنا كلنا مبدعين، هو اوريدي مخلوق مبدع، يعني كلنا أولادنا فيهم إبداع. بس المثابرة دي هي اللي بتخلينا إيه؟ تخليه يظهر. عشان كده الأطفال الصغيرين ممكن نحط لهم قلم كده ونشده، أو المفاتيح ونشدها، هو هيصر إن هو ياخدها. يبقى أنا كده بنمي فيه الإصرار، بنمي فيه الإصرار إن هو يصر لما يبقى عايز حاجة ياخد، ما يسلمش من أول مرة أو من تاني مرة أو من ثالث مرة. أوكي؟ فإحنا لازم نبقى إحنا عارفين إن ولادنا، إن أنت بتتعامل مع كائن ذكي، المهم إن أنت تدعم ذكائه. يعني هو أوريدي كويس، وأوريدي يعني المصريين بيتولدوا عندهم ذكاء عالي، بس في أسر بتقتل ده. انا المفروض ادعمه، انمي ثقته بنفسه. لما اكلمه اكلمه بالصباع ده، الصباع ده بتاع مفهوم الذات. لقوا الناس اللي شخصيتهم قويه بيتكلموا بالصباع ده، وساعات ممكن العب معاه لعبه كده واللي يعمل كده الاول هو اللي شاطر، فانا كده بيتكلم بالصباع. ولو حد شخصيته شويه واتكلم بالصباع ده تبقى شخصيته قويه. والست اللي بتلبس خاتم في الصباع ده يقول لكم ست حاسه بنفسها قوي، مش اي حد بيملى عينيها، مش اي راجل يملى عينيها، هي حاسه انها كويسه، عندها مفهوم الذات قوي. وفي الاربعينات فاكرين الرجاله كانوا بيمشوا كده صح، لان كان المجتمع ذكوري وبيدعم الرجال. يعني مجرد مثلا هو موظف بياخد 11 12 جنيه فهو، فتلاقوا فعلا كانوا يعني اللي يمشي كده ده حاسس بنفسه لان الابهام طالع. فانا لما اتعامل مع اولادي انمي ثقتهم بنفسهم واخليهم يتكلموا بالابهام، والعب معهم لعب تبرز الابهام. ممكن ان احنا نزق الابهام ده مع بعض نشوف مين هيوقع مين، ممكن، بحيث ان كل دي لعب بالايه، بتقوي الابهام، بتقوم عنده مفهوم الذات. بعد شويه لما يتكلم هيتكلم كده، لما يتكلم كده هيبقى عنده مفهوم الذات عنده قوي، مش اي حد يمشيه، ومش هيمشي غير الكلام اللي هو مقتنع بيه. وانا خلي بالكم بقى، الحريه عكس القهر. فانت لما بتدي ابنك الحريه انت بتديه في مجتمع قائم على القهر. يعني نظام التعليمي نظام قائم على القهر بصرف النظر عن مدارس انترناشونال اللي فيها حريه للطلاب، لكن لما هو في مدرسه زي ولادنا كلها، حتى المدارس التجريبي او المدارس الناشونال، حتى ممكن الولد قاعد قدام كويس، المدرس يقول له امشي اقعد ورا، الولد يبقى مش عارف ليه، او عارف ان مثلا حد بياخد درس او هيجيبه قدام، نوع من انواع القهر. قهر ولا مش قهر؟ لما يبقى 1+1=2 وكلنا عارفين انها بتساوي 2 صح، والمدرس عارف انها بتساوي 2 والولد عارف انها بتساوي 2، لا يا حبيبي اكتبها 3 لانها في كتاب المدرسه 3، قهر، قهر معرفي. فاحنا انت بتطلع شخص قائد وشخص مبدع وشخص قوي في مجتمع قائم على القهر، فتخيلوا انتوا بتعملوا ايه. فهيبقى ابنك ده مشكله لكل الناس كل يوم في المدرسه. فانا بعمل ايه في اول السنه، او يعني اروح مشوار اقول لهم من فضلكم ملوش دعوه بالولاد، سيبوهم زي ما هم،
مش هينجحوا وهيسقطوا. معلش انا عايزاهم يسقطوا، مالكمش دعوه بيه. انا مدياكوا شخصيه قويه، ما تطلعوهاش شخصيه ضعيفه، لان الشخصيه القويه في مجتمع زي ده بتعمل قلق للمدرس. ازاي بتناقشني؟ ازاي بتقول لي ليه؟ وازاي بيقول لي ازاي؟ وازاي ده يصح وده ما يصح؟ دي بتحاسبني يا سيدي. هي ما بتحاسبكش، هي عايزه تفهم، هي عايزه تقتنع. هي عشان تسلك سلوك لازم تعرف الفكره اللي وراه. مفيش حاجه اسمها اعملي ده بس على كل انسيبها، مالكش دعوه بيها. يعني مالكش يعني هتسقط سيبها تسقط، لان القصه مش شهاده. يعني ايه المشكله انها، يعني ايه الجمال انها عندها شهاده وشخصيه ضعيفه؟ لا طبعا. فالمهم جدا ان انا ادعم الشخصيه وادعمها طول الوقت. وانت كويس معلش طول بالك شويه شويه هيتعودوا عليك. عاملهم براحه، حاول تعبر عن رايك بهدوء، لان خلي بالك انت بتطلع شخصيه قويه وكل المجتمع بيحاول ان هو يكفر. اعرف الصغيره دي كانت راحه فين، ده بتيجي تهرب راحه فين. فكره ان احنا نفرض على حد حاجه حتى لو طفل مش حقيقي، مش هنقدر. يعني انا فاكره ان بنوتي وهي صغيره كنت عايزه اديها التيتينا دي عشان اريح دماغي بصراحه، اللي هي بيدوها للولاد بنات الصغيرين دي. حاولت اديها لها رفضت، حطيت لها فيها عسل، تاخد العسل وترميها. فدي بالنسبه لي ازمه، عشان عايزاها تاخدها وتسكت. فلما سالت الدكتور يسخننا كده 4 شهور، قال لي مش كل حاجة انت عايزاها هتقدري تفرضيها عليه. بقيت ابص لنفسي وابص لها كده، يعني لا لها رأي وشخصية وبتعبر يعني 4 شهور، وبترفض وبتقبل يعني بتاخد اللي هي عايزاه وترميلي الباقي، تاخد العسل وترميلي اللي تجينا خلاص مش عايزاه، انا خدت اللي انا عايزاه. فالولاد بينزلوا بتفضيلات في مخهم، دماغهم مش فاضي. احنا بنشتغل عليها، احنا ايه، يا اما نشتغل صح يا اما نشتغل غلط. بس احنا الافتراض حتى بيشتغل غلط بنيته والله كويسه، بي عايز يطلع اولاده كويسين، بس احنا دي اللي بنشتغل عليها. لو انا حطيت حاجه كويسه في اول 7 سنين بستريح، بعد كده ببتدي اعدل اللي انا لو حاجه غلط ببتدي اعدلها. بس اللي في اول 7 سنين دول اهم حاجه في حياه الطفل في كل حاجه بقى. يعني لو انا مثلا انا ضد الطب للاطفال مثلا،
فكانت بنتي تعمل ايه لما تشوف دكتور تمشي وراه، تمشي وراه. انا بحب اللي بيلبس ابيض ده، بصرف النظر انها مستحيل يجيب مجموع طب طبعا اكيد يعني دلوقتي. بس انا اقول لها ايه يعني إيه الطب ده وحش قوي للبنات، تخيلي واحده طول النهار بتلعب في دم وبتاع. لما تيجي مثلا تختار لعبه الدكتور اقول لها طب ما نجيب الوان، الالوان احلى. فانا من بعيد بوجه، لو جت اختارت بقى خلاص هي حر، لو جت اختارت هي حر تعيش اختيارها، لان من حق كل واحد في الحياه ان هو يعيش اختياره. ده في مشكله ان انا لو فرضت عليها اختيار والاختيار ده طلع مش كويس، انا علاقتي فيها تتهد، وانا علاقتي فيها المفروض بعيد، حاجه لا تقارن، لان انا ام وطفله او ام وبنت او اب وابنه، فاهمين قصدي؟ فحتى من وهي صغيره مثلا لما اشوف ولد وبنت وبتاع ولد، يعني البنت الاموره دي ليه ماشيه مع ولد كده في الشارع؟ مش هو المفروض يخاف عليها؟ البنت الاموره دي ازاي ماشيه كده مع الولاد وهم مش خايفين على سمعتها؟ فانا بحط سيستم انها بعد كده تعرف تختار، لانها لو جت اختارت حد مش خايف عليها او حد مش مؤهل، وانا مهما قعدت اقنع فيها او اقنع فيه الولد او البنت مش هقتنع، وممكن ترتبط بعد كده ارتباط مش ناجح يتهيأ لها ان اللي سابته ده له جناحات وهو الاثنين اسوء من بعض، وعلاقتي بيها على لونج ران هتتهد. فانا من الاول بحط اساس كويس انها تقدر تميز الولد الكويس او الولد يقدر يميز البنت كويس، ان هو لازم يخاف عليها، انه ما يظهرش معاها في الشارع، ان هو يخاف على مستقبلها، ما يكلمهاش ليله الامتحان، الحاجات دي حاجات مهمه. فطول الوقت اقول لها ايه ده، ده انتوا عارفين صاحبتنا دي سقطت عشان خطيبها قعد يكلمها ليله الامتحان طول الليل، لو بيحبها كان خاف عليها. فانا بحط افكار ايجابيه، افكار تقدر تقيم الشخص اللي قدامها، لانها بعد كده لو اختارت اختيار انا هتحط قدام الامر الواقع، ولو انا رفضت اختيارها هبقى انا في اشكاليه بيني وبينها. فعشان كده دايما طول الوقت ان انا لازم ادعم افكار ايجابيه. في حاجه كمان في المجتمع المصري يقول لكم ايه، ان احنا فاشلين في قصه العمل الجماعي، يعني احنا ناجحين كافراد ما عندناش خلاف في ده، صح؟ لان اي واحد يشتغل مع نفسه زي الفل، حسنا يطلع بقى والناس تتلم لما نشتغل في جروب. طب ليه احنا مش كويسين في العمل الجماعي؟ ليه كل واحد بيفرض رايه؟ ليه ما بنتعاملش مع بعض كويس؟ ليه ما بنشوفش بعض صح؟ ليه ما احنا زي كل الناس؟ ما انا قلت لكم ان احنا زي كل بني ادمين، مش بنمشي على ايدينا، والتنميه البشريه دي في كل العالم، والتربيه دي في كل العالم. طب ليه احنا في وسط المجتمع ما بنعرفش نشتغل مع الناس؟ ليه كجروب بنفشل؟ ليه بنحقد على بعض؟ ليه بنتمنى لبعض الفشل؟ ايه؟ الحمد لله، ربنا يتم على خير يا رب. ربنا يتم على ليه؟ وما تربناش على كده ازاي؟ ربونا ازاي بقى؟ لما ربونا بنقعد كراسي كده، القعدة دي بتساعد على المنافسة. بره في المدارس بيقعدوا في ترابيزات مدورة، جروبات، ويعاملوا كل ترابيزة كأنها شخص. فنجاح الشخص نجاح للجروب، للمجموعة. احنا حتى فكرة التقييم، حتى ممكن الواد يقعدوا كده انه مثلا لما نيجي نوزع الشهادات كانوا بيوزعوها لنا كده، مين الأول بتاع الفصل؟ يقف، انت اشطر واحد، انت رائع، انت هايل، التاني التالت، نشوف بقى اللي مش عارفه ايه بتوع الفصل، ويهزقوا الولاد المتاخرين. فطلعوا ان الولاد يشوفوا اي حد بينجح ده بيهدد امنه. حتى في الاسر ممكن يبقوا اختين، واحده مثلا متفوقه وواحده لها علاقات اجتماعيه ناجحه، غالبا بيبقى كده، يعني بتبقى الكبيره غالبا، كل قاعده لها شواذ، الكبيره بتبقى شاطره لان مفيش مشتتات انتباه كتير، يعني ما تعرفش غير الكتاب، فغالبا الكبيره بتنجح. الصغيره بتبقى ناجحه برضو بس مش بنفس الدرجه، بس لها اصحاب كتير. فيمسكوا الصغيره دي يقولوا لها ايه، والله انت ليه مش جايبه زي اختك، يعني هي دايما طالعه الاولى، اللي عمرك ما فرحتي قلبنا وطلعتي الاولى، انت مش عارفه ايه انت، صح؟ مش ده بيحصل؟ تيجي مثلا واحده اتخطبت او واحده مش عارفه، انت بقى هتتخطب لمين؟ ده فلانه واخده كذا. ولدين مثلا مع بعض صحاب، لو حد طلع التاني مثلا وحد طلع السادس او ما طلعش في الترتيب،
يلاقي اللي طلع السادس ده مامته تبستفه تمسح بكرامته الارض. اشمعنى صاحبك طلع التاني؟ يعني في ايه يعني؟ ده انتوا على طول مع بعض. ولاد كده في المدارس يسعى درجه صاحبه، انت جبت كام؟ انت جبت، طب انت جبت كام؟ مالكش دعوه، انت جبت كام؟ مش ده بيحصل؟ ده غلط. وده اللي عامل مشكله الغارمات. يعني الغارمات دول اسر فقيره، الام عايزه بنتها حاجه، فدايما متخيله انها لما بتغير بتنجح. متخيلين ان الغيره دي دافع، الغيره بتعلم الكره. الغيره بتجيب الكره. فتفضل تغيرها، فلانه جابت كذا، فلانه عشان البنت تغير وتذاكر. كويس؟ بعد شويه بيتبادلوا الادوار. الام بتبقى ضعيفه والبنت قويه ومخطوبه، جابت لها تلاجتين، تقول لها ما فلانه عندها تلاجتين، عايزه تلاجتين ودي فريزر. جبت لك 50 طقم مستري، يعني ايه 50 طقم مستري؟ ما فلانه عندها 50 طقم، انا عايزه 60 طقم، انا مش زي حد. هي الام اللي علمتها كده، ما علمتهاش تركز مع نفسها. ده غلط في التربيه ان انا اقارن ولادي بحد. كل انسان قيمه في حد ذاته، كل حد كويس في حاجه، ما حدش كويس في كل حاجه. امال البديل ايه؟ ستيك والزوينر، التصق بالفائز. يعني ماما صاحبتي دي بترقص باليه حلو قوي، برافو خليها تعلمك. ماما صحابي دي شاطره قوي في الماس، برافو خليها تشرح لك. ماما صاحبتي دي جابت الدرجه الاولى، طلعت الاولى، قولي لها مبروك، برافو صاحبيها، اتعلمي منها، خليكي معاها. ستيك ويز ذا وينر. لما حد يلتصق بالفائز بياخد من نجاحه، لان انا مش هبقى ناجحه في كل حاجه. محدش ناجح في كل حاجه، يا بيضحك على نفسه، وبالتالي بنتي او ابني مش هيبقى ناجح في كل حاجه. بس الاسهل واللي بيوفر وقت ومجهود ان ياخد من نجاح الاخرين. ستيك ويز ذا وينر. ماما صاحبتي اتخطبت، برافو البسي وروحي، جاي استخدخ العريس، ربنا يكرمنا. ده اللي بيجيب النجاح. ليه؟ لان لقوا مشاهير العالم الذكاء اللي بيدعمهم مش ان هم شاطرين اكاديميا ولا فنيا ولا خالص، ان هم شاطرين اجتماعيا. وده شيء بديهي، لان لو انا مثلا النهارده ما كنتش جيت وواحده صاحبتي هتحل محل، اكيد اجيب واحده صاحبتي، اكيد. صح ولا غلط؟ حتى لو اكاديميين اقل، لو واحده صاحبتي اكاديميين اعلى زي الفل، مش هغير منها. لكن مستحيل هجيب حد انا كرهاه، لو قالوا لي اتصلي بيه هقول لهم ده مات. صح. ممكن حد ناجح جدا في شغله وعمل بيزنس في مصر ومش عارفه ايه وجاي مسافر، فالبيزنس ده عايز حد يديره، هيسيب مين يديره غير حد بيحبه؟ يبقى ابني ده لو دعمه الحب وقلبه ما فيهوش حقد هو هياخد من نجاحه. فلازم اعلم ولادي على الحب، واعلمهم ان كل حاجه في الحياه بتحصل حسب وقت كل واحد في، يعني مفيش حد في الحياه قدام حد ولا حد ورا حد. احنا معتقدين ان في حد قدامنا وحد ورانا، ولا حد قدامنا ولا حد ورانا، كل واحد في التايم زون بتاعته. يعني المغرب عندنا مثلا في رمضان بيدا بعد السعوديه وقبل ليبيا، صح؟ ولا احنا احسن من السعوديه ولا احنا اوحش من ليبيا، ده التايم زون بتاعنا. فاللي اشتغلوا قبلي مش احسن مني، ولا اللي هيشتغلوا بعدي انا احسن منهم، هو ربنا مدبر لهم في وقت معين. ولا اللي اتجوزت قبلي احسن مني، ولا اللي هتتجوز بعدي اوحش مني احسن منها خالص، ولا اللي خلفت ست عيال احسن مني، ولا اللي ما خلفتش انا احسن منها. كل واحد في ظروفه، كل واحد في وقته، كل واحد يركز مع نفسه، لان ربنا عارف لكل واحد ايه امتى. من اسماء الله الحسنى المقيت. المقيت دي يعني كل حاجه لها وقت بالظبط. انا ممكن لو كنت اتجوزت بدري ما كنتش عملت ماجستير ودكتوراه، ربنا له حكمه ان اتاخر عشان اعمل، صح؟ في واحده تانية لا، لو ما كانتش لحقت تتجوز وتعمل ما كانتش سافرت. ربنا عارف ان دي محتاجه سفر ودي كذا ودي كذا ودي كذا، فربنا هو المدبر وهو المقيت. فانا ما اقارنش ولادي بحد، وما اقارنش نفسي بحد، وما ادفعهمش في التايم زون بتاعت حد. مش كلهم اشتغلوا انت مش هتشتغل ليه؟ مش كلهم بيعملوا ماجستير مش هتعمل ايه؟ مش كل اصحابك اتجوزوا انت هتتجوزي امتى؟ كل واحد لوحده، كل واحد في التايم زون بتاعته. ما خليهمش يغيروا من بعض. لما يشتغل على نفسه هيبقى كويس، والناس هتدعمه لان جواه هيبقى نظيف، فجواه مفيش حقد. على فكره الحقد والكراهيه دي طاقه بتاخد من الفرد نفسه، الشخص نفسه بيبقى تعبان. يتخيلوا مثلا ان انا منكده عشان صاحبتي دي اتخطبت، متخيلين؟ او ان زميلي ده اشتغل في شركه بترول، او ان فلان ده مش عارفه ايه. تخيلوا ان انا كل يوم منكده عشان حد حصلت له حاجه كويسه،
انا هيحصل لي كويس امتى؟ حتى لو حصل لي كويس ما في حد فوقي، يعني في حد انا شايفاه احسن مني. فانا عمري ما هقول الحمد لله، فعمري ما هتقدم في حياتي، لان انا شايفه نفسي دايما اقل من الناس، وهتظهر عقد النقص. انتوا متخيلين ان انا لما بدرس الباراسايكولوجي بلاقي ناس، طبعا فكره ان انا الجا لحد غير ربنا دي ايا كانت ديانتي فيها خطا شرعي، اللي انا المفروض اقول يا رب صح. ففكره ان انا اروح لحد يعمل لي عمل عشان انجح او كده، دي فكره خطا شرعي. انا كده عقدتي فيها مشكله. تخيلوا بقى مش كده، ان في حد يروح يعمل عمل ويدفع فلوس ان فلانه دي ما تتجوزش، ان صاحبتها ما تتجوزش، وان فلان ده يطلق مراته، وان فلان ده ما يشتغلش بس، ويغرم فلوس ويخبط مشوار، مش عشان هو ينجح نفسه، عشان يفشل التاني. انتوا متخيلين احنا وصلنا لايه؟ والموضوع ده منتشر جدا. احنا دماغنا دي فيها ايه؟ دماغنا دي فيها ايه؟ يعني انا مش بشتغل على نفسي بس، ومش بلجا لحد غير ربنا عشان احقق ذاتي بس، لا ده مش كده. ده مش عشان واحد معرفوش ما يتجوزش مثلا، او واحد ضايقني ما يتجوزش، او واحد ما يشتغلش، او واحد يترفض من شغله، او واحد يطلق مراته، او واحد بيته يقف، او واحد حاله يقف. ايه اللي احنا فيه ده؟ احنا ليه وصلنا لكده؟ ده من التربيه، ان احنا دايما بنقارن ادائنا، او كانوا بيقارنوا ادائنا باداء الاخرين، فاعتبرنا ان نجاح الاخرين فشل لي، بقاء الاخرين بيهدد بقاء. فالفكره مش ان انا انجح، ان لو انا زي ما انا وكلهم فشلوا الحمد لله، الاعور في بلد العميان مالك كله. فده فكر تربوي خاطئ، واللي بيعمل كده ما بيحصدش حاجه، لان ما عندوش الوقت ان هو يركز مع نفسه. لما بنيجي نعلم ولادنا ما بنعلمهمش بدماغنا دلوقتي او للمهن دلوقتي. في مهن كتير كانت موجوده المهن دي اختفت، وفي مهن ما كانتش موجوده المهن دي اتوجدت، صح؟ يعني في مهن كتير اختفت من الحياه ما عادتش موجوده، وفي مهن كتير خصوصا في شغل الاي تي، يعني من 20 سنه 30 سنه ما كانش في حاجه اسمها تليفون محمول، ولا صيانه تليفون محمول، ولا صيانه دش كان موجود، ولا في بتاع الريسيفر ده اللي بيجي، المهن دي ما كانتش موجوده. دلوقتي المهن دي اتوجد. ما كانش في حاجه اسمها مسوق الكتروني مثلا، ما كانش موجود المهن دي. وفي مقابل لها في مهن كتير اختفت، ومهن بدا نوعا ما يحصل احلال واستبدال، ان هم يستخدموا بدلها الات زي الصراف الالي، ان انا مش محتاجه اروح لموظف واقف في طابور بتاعنا، مجرد اي اي تي ام من الشارع بسحب فلوس. فطول الوقت بيحصل تغير في الحياه. فممكن انا شايفه حاجه بيرفكت النهارده ومهنه زي الفل، بعد شويه المهنه دي تتراجع او تختفي. فاحنا لما بنعلم ولادنا مش بنعلمهم للنهارده، انا بديهم المهارات اللي تنفعهم في المستقبل. وعشان كده مهمه اديها لهم في سن صغير. يعني الاطفال الصغيرين حلو قوي ان انا العبهم كوتشينه. لو لعبت كوتشينه واقول له 1 2 3 واقول له 1 2 3 هيبقى عنده ذكاء حسابي، ويعرف عربي ويعرف انجليزي الارقام، ويحب الحساب. فاهمين قصدي؟ يعني بديهم الكفايات، الحاجات الاساسيه، ويبقى في دماغي ان اي مهنه انت تحبها تبقى كويس، عشان هما مش بيتعلموا للنهارده، وانا مش بربيهم للنهارده، انا بربيهم لزمن غير زمن. الباقي في الزمن هو القيم، الحق والحب والخير والجمال والحريه. لما بربيهم على قيم هينفعوا في اي زمن، ده اللي لازم اربيهم عليه. عشان انا جاي لك في المستقبل، سنة 98 شركة كودك كان عندها 170,000 موظف، وكانت بتستحوذ على 85% من سوق الفوتوغرافيا في العالم. بعد سنين قليلة جدا البيزنس بتاعها انضرب بالكامل، واصبحت مدينة البنوك بعد الثورة اللي حصلت في التصوير الديجيتال، وانتهى عصر التصوير الورقي بالكامل. اللي حصل لشركة كودك هو نفسه اللي هيحصل لشركات كتيرة جدا خلال العشر سنين الجاية. التطور اللي بيحصل حاليا في الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر، الصحة، الزراعة، التعليم، السيارات اللي بتشتغل بالكهرباء، ذاتية القيادة، الطباعة ثلاثية الأبعاد، بيوعد بمستقبل مشرق جدا للبعض، واسود ومهبب
للبعض الآخر. أهلا وسهلا بيكم في الثورة الصناعية الرابعة. من المتوقع أن تطبيقات الكمبيوتر هتنهي أو هتدمر معظم الصناعات الحالية في خلال الخمس أو العشر سنين الجايين على أقصى تقدير. شركة أوبر أكبر شركة للتاكسيات في العالم، ما هي إلا عبارة عن تطبيق موبايل وما بتمتلكش ولا تاكسي واحد. الذكاء الاصطناعي للكمبيوتر خلى الكمبيوتر عنده قدرة على فهم العالم أكتر من الإنسان صنعه. السنة اللي إحنا فيها دي الكمبيوتر قدر يتغلب على بطل العالم في لعبة جو، ودي لعبة صينية معقدة جدا اكتر كمان من الشطرنج، وكل حركه واحده فيها لها 200 احتمال. ومش ده الغريب، ما الكمبيوتر بيغلبنا من زمان. الغريب ان الكمبيوتر قدر يتعلم اللعبه دي بنفسه، ما اتبرمجش، لما لعب نفسه كتير ولعب بني ادمين تانيين. في الولايات المتحده المحامين الشباب ما عندوش لاقيين شغل، لما شركه اي بي ام عملت برنامج للاستشارات القانونيه اسمه اي بي ام واتسون، بيقدم استشارات قانونيه بدقه تتخطى 90%، في حين المحامين الشباب دقتهم لا تتجاوز 70%، فهيقعدوا في البيت. مش بس كده، دول بينصحوا الشباب اللي بيدرسوا حقوق هناك دلوقتي انهم يبطلوا الكلام ده فورا، لاننا في المستقبل مش هنحتاج اكتر من 10% من المحامين الموجودين حاليا، مستشارين بس. برنامج اي بي ام واتسون ده مش متخصص في الاستشارات القانونيه بس، ده بقى متخصص كمان في الاستشارات الطبيه، وبقى بيشخص السرطان بدقه افضل 4 مرات من العامل البشري. لما تحط دلوقتي صوره ليك على الفيس انت واصحابك، الكمبيوتر بيقدر يتعرف عليك وبيقدر يتعرف على وشوش اصحابك اللي موجودين في الصوره، لان الفيسبوك دلوقتي خلى الكمبيوتر عنده تقنيه للتعرف على الوشوش افضل من اي انسان موجود على سطح الارض. وفي سنة 2030 بيتوقعوا ان الكمبيوتر هيقدر يتفوق على الانسان في جميع المجالات. نيجي بقى للسيارات ذاتية القيادة. في 2018 او السنة الجاية دي اول سيارة ذاتية القيادة هتمشي في الشوارع برخصة، بعدها بسنتين او في 2020 السيارات ذاتية القيادة هتغزو العالم، وساعتها بقى اللي هتبقى محتاج لعربية ولا رخصة ولا تروح المرور ولا حتى سواق، وهنبقى محتاجين مش اكتر من 5 أو 10% من السيارات الموجودة حاليا، وده طبعا هيترتب عليه حاجات كتير. الزحام هيقل بشكل كبير، والمدن هتبقى انضف واجمل، وهتلاقي مناطق كتير عشان تركن فيها. للاسف فرص عمل السواقين هتقل، وشغلانة السواقة بشكل عام مش هتبقى من الشغلانات اللي موجودة في المستقبل. نسبة حوادث السيارات هتقل، لان الحوادث الناتجة عن الخطأ البشري بتبقى حادثة لكل 100,000 كيلو، في حين ان السيارات ذاتية القيادة نسبة الخطأ فيها هتبقى حادثة لكل 10 مليون كيلو، وده طبعا هيخلي الناس ما تأمنش على حياتها، وارباح شركات التأمين هتقل، وهتخسر خسائر كبيرة جدا في المستقبل. شركات كبيرة من اللي موجودة حاليا هتخسر خسائر كبيرة جدا في المستقبل لو ما طورتش من نفسها، زي بي ام ومرسيدس وفولكس، في حين في شركات تانية المستقبل بيفتح لها دراعاته زي جوجل وابل وتسلا، لان الشركات دي حاليا شغالة على السيارات ذاتية القيادة. التقنية المستقبلية في الخلايا الشمسية هتتطور تطور كبير جدا على سنة 2025، ولما هتتطور اسعارها هتقل، ولما اسعارها هتقل اسعار الكهرباء واسعار الوقود هيقلوا، وهيتم الاعتماد على الطاقة النظيفة، وهيتم الاستغناء تماما عن الفحم في انتاج الطاقة. رخص اسعار الكهرباء هيساعد على تحلية مياه البحر، وهيساعدنا نوفر المياه للمناطق الاكثر فقرا واللي عندهم شح مائي، لان كل متر مكعب من المياه المالحة بيحتاج 2 كيلو وات من الكهرباء عشان يتم تحليته. على مستوى الصحة بقى، وعلى غرار فيلم ستار تريك، في جهاز موجود حاليا اسمه ترايكوردر. الجهاز ده بياخد عينة من نفسك وعينة من دمك ومسحة من القرنية بتاعت عينيك، وبيطلع لك نتيجة 54 تحليل مختلف بيتنبأ منهم على حالتك الصحية، وده بيتنبأ ان بتوع التحاليل في المستقبل هيلبسوا جلابية وهيقعدوا في البيت. بالنسبة بقى للطباعة ثلاثية الأبعاد، أحب أعرفك إن سعر الطبعة نزل من $18,000 ل$400 بس، وشركات كثيرة اتجهت للطباعة ثلاثية الأبعاد ابتداء من صناعة الأحذية لحد صناعة أجزاء من الطيارات. وفي 2027 بيتوقعوا إن 10% من كل حاجة بتتصنع هتبقى باستخدام الطبعة ثلاثية الأبعاد. الجميل بقى إن الموبايلات نهاية السنة دي 2017 هتبقى مزودة بتقنية التصوير ثلاثي الأبعاد، يعني بعد كده هتصور الحاجة بموبايلك وهتعملها بالطبعة ثلاثية الأبعاد بتاعتك في البيت. في مجال الزراعة بقى، الروبوتات اللي هتساعد الفلاح هيبدأ أسعارها من $100 بس، وده هيقعد عمالة كبيرة جدا في البيت. 30% من المساحة الزراعية الحالية اللي بتعيش عليها الحيوانات هيتم استغلالها، لأن في المستقبل مش هيتم الاعتماد على الحيوانات في إنتاج البروتين، وهيتم الاعتماد على الحشرات لأن نسبة البروتين فيها أعلى. وعشان الناس اللي بتعرف، مش هيسموها حشرات وهيسموها بروتين بديل. في تطبيق حالي اسمه مودز بيقدر يعرف مزاجك في اللحظة الحالية، وفي 2020 بيتوقعوا ان في تطبيقات كتيرة جدا هتقدر تكشف كذبك من ملامح وشك، وده طبعا مش هيصب في مصلحة السياسيين. بجانب ان هم بيتوقعوا ان البيتكوين او العملة اللي موجودة على النت الناس هتلجأ انها تخزن مدخراتهم فيها اكتر من الذهب ومن الدولار. طبعا مش محتاج اقول يعني ان الاعمار بيد الله، لكن لو ان بسبب الرعاية الصحية ان متوسط عمر الفرد بقى بيزيد بمعدل 3 شهور لكل سنة، بمعنى ان من 4 سنين فاتوا كان متوسط عمر الفرد في العالم بيوصل 79 سنة، النهاردة متوسط عمر الفرد بيوصل ل 80 سنة، والمتوقع ان في 2036 معدل الزيادة في متوسطة الاعمار هيبقى مش 3 شهور بس لكل سنة، ده هيبقى سنة لكل سنة. الكلام ده بقى مع الوقت هيخلي عمر الانسان يوصل لحد كام؟ الله اعلم. بالنسبة للتعليم بقى، بيقولوا ان في 2020 يعني بعد كمان اقل من 3 سنين 70% من سكان العالم هيبقى معاهم سمارت فون، و70%
وده هيخليهم يحصلوا على اعلى مستويات التعليم من خلال الانترنت. بالنسبه بقى للوظائف ومجال رياده الاعمال، بيقولوا ان 70 ل 80% من الوظائف اللي موجوده حاليا مش هتبقى موجوده في المستقبل. وبيقولوا يعني لو جيت تتخصص في تخصص معين دلوقتي لازم تسال نفسك سؤال مهم، هل التخصص ده هيبقى موجود معانا في المستقبل ولا مش هيبقى موجود؟ ولو الاجابه كانت اه هيبقى موجود معانا في المستقبل، لازم تبدا تشتغل عليه من دلوقتي. وفي سؤال تاني مهم لازم تساله لنفسك، هل التخصص بتاعك ده هل هينفع تطبقه على الموبايل ولا مش هينفع؟ ولو مش هينفع تطبقه على الموبايل بلاشه. دي كانت لمحه سريعه على مستقبل العالم في الخمس او 10 سنين الجايين. بس انا عايزك كده تهدى وتطمن، يعني احنا ده مستقبل ايه العالم؟ ايه العالم؟ احنا عايشين في الماضي، في الماضي. متقلقوش متقلقوش ماشي. شرط ان اي حد كبير ولا صغير يتعلم اي حاجه لازم يتعلم وهو حابب، مفيش اكراه في التعلم. محدش يعني نظام سلاح مامه التلميذ ده اللي بتمسكه للتلميذ عشان التلميذ ينجح. تلميذ ممكن يجي في الامتحان بينسى او يمتحن وينسى وبيطلع جيل جاهل لانه اتعلم بالغصب. اي حد عشان يتعلم لازم يتعلم بالحب، لان التعلم بيعمل تغير في القشره المخيه. يعني لما تساله حد مثلا طلع مهندس ليه، ممكن يقول اصل مدرس او مدرس او مدرسه الحساب في ابتدائي وكانت بتحبني او انا كنت بحبها فبقيت شاطر في الحساب، رغم انها سابته او كانت في الابتدائي بس او ممكن في سنه من سنين الابتدائي، الا انها حطيته على الطريق وقدر يكمل لوحده. حصل تغير في منطقه القشره المخيه بتاعه الحساب. لو حد شاطر في الانجليش، انت شاطر في الانجليش ليه بتحبه؟ اصل مدرس انجليزي كان بيحبني. سالت حد، بص بقى عشان النجاح يؤدي الى نجاح، حد شخصيه محترمه جدا وعنده مؤسسه وي وي يعني، ودكتور في التنميه البشريه يعني شغال في التنميه البشريه، وانا اعرفه من فتره يعني كنت على منصه وهو كان قاعد معايا، وبما اننا مجالنا واحد فاحنا على تواصل، فخطر بالي في يوم اساله هو دكتور في ايه. فقلت له هو انا، لان انا عارفه ان التنميه البشريه علم نفس، حتى مش موارد بشريه، التنميه البشريه علم نفس، فالمتخصصين فيها يعني عدد صغير جدا يعني. فقال لي ايه بقى؟ انا دكتور في الموسيقى. قلت له دكتور في ايه؟ قال لي في الكمانجه. ليه دكتور في الكمانجه؟ قال لي ان وهو في اعدادي كان مدرس الموسيقى بيزوره في البيت، فده بالنسبة له حب وتقدير من مدرس، فحب الموسيقى، عمل فيها دكتوراه، والنجاح يؤدي إلى نجاح. فهو واخد مفهوم عن نفسه إنه شخصية ناجحة، وفعلا عامل بيزنس ناجح وعامل اسم كويس. فالتعليم أو عشان أتعلم حاجة لازم أكون حابة ولازم بالحب، ولازم الطفل يبقى حابب ده. فلما أقول مثلا إحنا نلعبهم كوتشينة وهم صغيرين إنه هيحب الكوتشينة فيتعلم حساب، لما اعلمه يقرا اجيب له مجله، طبعا مجله الاميرات دي ما تدخلش البيت، اللي عنده بنات والكبار ما يقروش عبير والقصص دي، هي لسه موجوده؟ لا ما تقروهاش بقى. ليه؟ لانها بترسم صوره للبارتنر صعب انك تلاقيها في الواقع. هي موجوده الحمد لله بس عشان تحققيها صعب جدا. فعشان كده انا ما برمجش ولادي على ده، اجيب لهم ميكي ماوس حلوه وزي الفل وبطوط على قد زيزي والدنيا ماشيه الدنيا ماشيه، واعلمهم يقروا الصوره قبل الكلام. يعني ايه الصوره دي؟ فيه ايه؟ ده مكشر، ده مكشر ليه؟ ده مش فيتعلموا، يبقى عندهم ذكاء بصري يستشفوا من الوجوه، لدرجه ان انا وانا بقراها مع بنتي اكتشفت ان الشوزه بتاعت ميكي الجزمه بتاعته من فوق سودا ومن تحت بيضة. بعد العمر ده كنت بقى كنتش واخده بالي، كنتش ببص للصور، كنا بنهتم بالمضمون، لكن هم مهم يبصوا للصور. قلت لها ده اكيد مش عايش عندنا، من الطبيعي ان من تحت سودا ومن فوق بيضا. فيبدا عندهم يقدروا يفكروا ويقدروا يستنتجوا، ولما يقروا هيعرفوا يكتبوا صح. لو انا بعلمهم انجليش مثلا بسهوله جدا الليركس دلوقتي، ان انا اجيب لهم اغنيه والكلام مكتوب، فلما يحفظوها وهم حابين الغنى هيبقوا في الانجليزي كويس. ممكن نفس القصه يتعلموا فرنساوي، الفرنساوي غير الانجليش، الفرنساوي لازم يتعلم في سن صغير لان الاكسون بتاعه ما بيجيش،
فمن هو عنده 3 سنين او سنتين او سنه يسمع فرنسي، لما يسمع فرنسي هيبقى عنده بسهوله يتعلمه بعد كده، هياخد الاكسون بتاعه حتى لو ما عرفش يتكلمه، لما يغني فرنسي يقدر ينطقه كويس. فلازم الفرنسي بالذات يتعلم من سن صغير. لما اجي اعلمه في اللعب والرياضه، لان القصه مش دراسه بس، قصه مش حساب وهندسه وبتاع، من الحاجات دي كلها بيجيبها، حتى الحساب بيجيبه من الكالكليتر، ان كمان لازم يكون بنيه قويه ان هو يلعب رياضه. لما يلعب رياضه لازم يلعب لعبه فرديه ولعبه جماعيه. لعبه فرديه عشان يبقى عنده تنافس ويقدر يحقق ذاته، ولعبه جماعيه عشان يحقق ذاته في وسط المجموعه. يعني السباحه والجمباز دي لعبه لازم الطفل يلعب واحده فيهم. طبعا الجمباز للبنات احسن، لان السباحه بتعرض الكتف زياده للبنت، فممكن بيبقى شكلها مش حلو لما تكبر، فالجمباز احسن للبنت. والسباحه طبعا للولاد كويس، بس لازم يتعلم معاهم. لو لعب سباحه بس الولد يطلع اناني، لان برضو نجاحه متوقف على خيبه الاخرين. لكن هو بيلعب سباحه ممكن يلعب اي رياضه تانية، ممكن يلعب كره قدم مثلا، ممكن يلعب كره طايره، يبقى لعبه جماعيه. ممكن يعزف موسيقى، لان الموسيقى لما بيعزفوا في فريق اي حد هينشز هياثر على الباقيين، يبقى هو عايز صاحبه ده مركز وعايزه كويس عشان اللحن يطلع كويس. الاطفال اللي عندها متنفس بيبقوا ابعد ما يكون على الامراض النفسيه. يعني الفنانين وكده ما عندهمش امراض نفسيه قويه. ليه؟ لان لو انا مثلا بعزف حاجه وجيت انا متضايقه وبتاع، مجرد ما هعزف هنسى. لو انا برسم وحد ضايقني ورسمت وبتاع هنسى. فاهمين قصدي؟ فلازم اعلمهم حاجه ابداعيه يطلعوا فيهم طاقتهم المكبوت، لان في بعض الاحيان بيبقى في مشاكل ما يعرفوش يحكوها لحد، او هم بيتهيأ لهم دي نهايه العالم ما ينفعش تتحكي لحد، بعد كده بيحسوا انها عادي، بس في وقتها بتبقى مسببه له مشكله. فهو ممكن يطلع الطاقه دي في رسم، يطلعها في عزب، يطلعها في حركه، يطلعها في اي حاجه، بس المهم يتعلم ازاي ينفس عن شعور. ففكره ان انا اعلم بالضغط دي مش هتحصل ولا بتحصل، واحنا بنضحك على بعض والاخر نلوم نفسنا. يقول لك اللي ايه، مفيش تعليم، لان الولد بتتعلم وبتنسى، بتتعلم وبتنسى لانها بتشتغل تحت ضغط. طبعا انتوا عارفين الفيديو ده مشهور، بره بيطبطبوا على الولاد لكن هنا. على فكره التربيه الصارمه اللي هي تربيه الشعوب العربيه وفي جنوب شرق اسيا بتطلع اطفال ملتزمين بس مش مبدعين. التربية الأمريكاني بتطلع أطفال مبدعين بس مش ملتزمين. فاهمين الفكرة إزاي؟ يعني التربية بتاعت يعني لقيت يوتيوب لحد صيني بيحكي إن هم مثلا إن هو واقف في الطابور زي عندنا، بس بيتضرب المدرس يعرف، يبقى مش عارف هو اتضرب ليه، أو بيتضرب وخلاص. فهم كلهم ماشيين على الخط بس مفيش إبداع كلهم. التربية اللي فيها حرية لا بتخلي فيه إبداع، ميبقاش ماشي على الخط. التربية بالتخيل، بصوا عارفين الحكاية قبل النوم؟ الحكاية قبل النوم دي مهمة جدا لأنها بتعمل برمجة للعقل الباطن، وبتبقى تعليم غير مباشر للأطفال. وممكن أخلي أطفال يتقبلوا حاجة زي لونهم، زي إن هم قصيرين شوية، زي إن هم طوال زيادة. ان انا بجيب بطل القصه مثلا خمريه، بنت خمريه او البنت سمراء، او فاهمين قصدي ان الجمال مش هو المعيار. انا ممكن ببرمج كل ده بحكايه قبل النوم، بحط برنامج في المخ. عشان كده حكايه قبل النوم دي بتلعب دور قوي جدا في الشخصيه، وللاسف في امهات كتير بطلوا يحكوها. لكن الطفل لما بيحكي له حاجه قبل النوم، لما بينام عقله الباطن بيشتغل عليه. احنا متخيلين ان الاطفال ما بيسمعوش وهما نايمين، لا بيتبرمجوا وهما نايمين. يعني لو انا مثلا عايز اعلمه قران، لو انا شغلت له قران وهو نايم هيطلع يحفظ القران بسهوله، البرنامج اتحط. لو بيحفظ ترانيم، شغلت له ترانيم وهو نايم هيطلع يحفظ الترانيم بسهوله. لو انا سمعته انجليزي وهو نايم هيطلع يتكلم انجليزي كويس. لو انا عايز اعلمه حاجه، يعني في بعض الاحيان لما كانت بنتي بتخاف كنت بدخل عليها وهي نايمه واقول لها انت باسمها، بقول لها قويه وشجاعه، انت قويه وشجاعه. صحيح ساعتها ما استجابتش، لكن بعد كده ظهرت قوه. ليه؟ لان انا كنت زي ببرمج العقل الباطن. فالقصه اللي قبل النوم دي بتبرمج العقل الباطن، لما العقل الباطن بيتبرمج خلاص الشخصيه بتتكون، بحط فيه اللي انا عايزاه. فبرمجها على حاجات ايجابيه. ففي ان انا ممكن اربي ان انا اخلي الطفل يتخيل،
وممكن انا كمان اتخيل، يعني حتى لو انا راكبه مثلا مواصله او انا راكبه حاجه، انا ممكن اقضي وقت في احلام اليقظه. احلام اليقظه دي مهمه جدا، بتشيل الاسترس بتاعي وبتساعدني على اداء العمل. يعني بيقولوا مثلا الناس اللي بيتخيلوا ان هم بيسوقوا نفس الطريق، دول بيحطوا برنامج السواقه بعد كده بيسوقوا بسهوله. حتى في الالعاب الرياضيه بيقولوا في حاجه اسمها الذكاء الرياضي، او بيدربوهم ازاي بتوع علم النفس، يقولوا وانت نايم تخيل الحركه اللي انت بتعملها قبل ما تنام، تخيلها، لو فضلت تتخيلها 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 تعرف تتعامل ازاي. فبيتعلم ان هو بيتخيل. على فكرة لو وقعوا يموتوا فعلا، لأن العقل الباطن متبرمج إن هم على مسافة. وفي تجربة مشهورة في علم النفس إن في حد كان محكوم عليه بالإعدام، ولما شرطوا إيديه وحطوا المية بتنقط كده عشان يحس إنها دمه، لقوا إن فعلا ظهرت عليه أعراض انسحاب الدم. فدول لو وقعوا يموتوا فعلا، رغم إن هم عارفين إن الموضوع ده كله فيك وإن هم اللي مربوطين وهم رايحين بمزاجهم، إلا إن عقلهم الباطن استجاب. فمهم جدا إن أنا أبرمج العقل الباطن، أبرمجه برمجة صح. ايوه مش عنده عقل باطن يستجيب. فاهم ايه؟ لما تحكي له حكايه هيتخيل طبعا. ما ستي بتحكي له حاجات من البيئه، يعني تحكي له، ما تحكيلوش حاجه في الميتافيزيكس مثلا، كوره بطه قطه الحاجات دي ما هو عارفها، وتحط له فيها قيمه زي الحكاوي البسيطه بتاعتنا واحنا صغيرين. الولاد بيتعلموا بالملاحظة، وإحنا طول الوقت بنعلم بعض بالملاحظة، وتلاقوا اللي عايشين مع بعض بعد فترة خدوا شكل بعض وخدوا أسلوب بعض في الكلام. صح؟ ليه؟ إحنا بنتعلم طول الوقت بنلاحظ بعض طول الوقت. بعد فترة ممكن بنستنسخ شخصيات بعض. فاهمين قصدي؟ على فكرة دي بتحصل في المجتمع بين الرجل والمرأة. يعني وإحنا صغيرين، بما إن المجتمع ذكوري، فالذكر او الولد بياخد حقوق اكتر من البنت. ولو هما الاثنين في علاقه مشتركين فيها ممكن الولد يبتز البنت، حتى لو بيحبها وهتتجوز حد تاني وتخطب حد تاني، يقول لا ده انا ممكن اروح لاهلك واقول لهم ان احنا كنا. صح؟ مش ده بيحصل؟ وساعتها المجتمع بيجي مين فين؟ على البنت. طبيعي بيجي على البنت، مع انهم الاثنين شركاء في العلاقه وربنا بيحاسبهم الاثنين. بعد فتره في اواخر الثلاثينات وفي الاربعينات الدنيا بتنعكس، ممكن البنت اللي بتبتز او الست اللي بتبتز الراجل فعلا. وشفت علاقات ان هما مثلا لو اتنين متجوزين عرفي كويس، هي مش هاممها، تقول له انا هقول لاي حد، وهو يقول لها طب ما تقوليش عشان البيت وعشان الولاد وعشان الشغل وعشان مش الحاجات دي ممكن بتسمعوا عنها. من كتر ما البنات راقبوا الشباب خدوا منهم. فهمتوا الفكره ازاي؟ فبعد كده بعد ما حصل نضج للفكره خلاص خدت مكانه. فتلاقوا الادوار بتتبدل.
عشان احنا طول الوقت بنتأثر ببعض، طول الوقت بنتأثر ببعض. فبعد ما كانت ضعيفة في العشرينات ممكن في الاربعينات هي هتخسر برضه، بس مش همهم. هيحصل ايه يعني؟ انا هقول، وهو بيبقى عنده مكاسب بيخاف عليها. وكلنا بنسمع علاقات ابتزاز ان في ستات بيبتزوا رجاله وبنات بيبتزوا في السن، بس في سن متقدم، لان احنا طول الوقت بنستنسخ، بناخد الحاجات وبنخزنها في العقل الباطن، بناخدها وبعد شويه بتظهر كانها من افكارنا احنا. لا، بس المجتمع اللي ظهر فيه. على فكره مش شرط ان انا اعيش الحاله، يعني مش شرط يجي حد يبتزني مثلا وانا كنت في علاقه حد يبتزني. لا، ممكن واحده صاحبتي، ممكن واحده صاحبتي بتحب حد بعد كده هو ابتزها، فانا اكمنها صاحبتي، انا متوحده معاها فحاسه مشكلتها، فكان انا عشت التجربه. ممكن ادخل فيلم اتوحد مع البطله فاحس ان القهر اللي هي فيه ده انا تعرضت له، فكل ده بيأثر في شخصيتي. فمش شرط ان انا عشت التجربه، ممكن قصه قريتها حسيت ان البطله عاشت في العشرينات مقهوره او في بعد كده، فلما انا بيجي لي فرصه ان انا بعبر عن رايي فبعبر من غير رحمه، لان انا خلاص استنسخت الشخصيه الثانيه. فاحنا عشان كده لازم نكون للي حوالينا حد كويس عشان يتعلموا مننا الحاجات الكويسه، از ماتش از وي كان، على قد ما نقدر طبعا. مش هنقدر نبقى كويسين طول الوقت، ما احنا برضو بشر ولينا اخطائنا ولينا عصبيتنا ولينا فلتاتنا ولينا كل حاجه، بس انا على قد ما اقدر بحاول ابقى كويسه طول الوقت، خصوصا قدام ولادي. وكلنا عارفين طبعا القصه الشهيره، ان انا اقول له يا حبيبي، طب يتصل اقول له مش موجوده، طب مش عارفه ايه، طب ايه، طب ايه، اقول له ما تكذبش وانا بكذب، ما تاخدش حاجه حرام، واقول لك يعني ايه مش مشكله، يعني حط مش عارفه ايه ما خدش باله من حاجه بتاع مش مشكله. فاهمين قصدي؟ فانا لازم طول الوقت اكون قدوه كويسه لانهم بيتعلموا مني. لما انا بعلم بعمل نمو لنصفين المخ، في نص يمين ونص شمال، عارفين القصه دي صح؟ اللي بيتحرك بالشمال اكتر بيبقى انسان عنده حب وعنده مشاعر وعنده ابداع اوكي وافكاره حره اللي بيحرك اليمين اكتر، ممكن لو انتوا ربعتوا تعرفوا اليمين ولا الشمال فوق، اللي بيحرك اليمين اكتر بيبقى انسان منطقي اكتر. ماشي؟ لما انا بعمل نمو، بعمل نمو للنصين اليمين والشمال، يعني بعلمه التفكير المنطقي والحساب وي عشان يحصل نمو هنا، ويرسم عشان يحصل نمو هنا. فاهمين قصدي؟ وفاكره ان انا لما كنت رحت مدرسه انجليش كنت بختار، عارفين هناك بيختاروا المواد، فكنا بنختار المواد يعني، فجت قالت لي لا لما تختاري ماده مثلا انت اختاري عربي ومش عارفه ايه، خدي فيزياء، خدي رياضه عشان نمو المخ، لازم الطالب ياخد حاجه من دول. عشان كده ساعات يقول لك السؤال ايه، هو الرسم ليه يخلينه في المجموع لما كان في المجموع؟ الرسم ده ذوق، رسم فن؟ لا، الرسم فيه منطق، ان ما ينفعش حد قدام يبقى صغير وحد ورا يبقى كبير، ان حاجه بتخفي حاجه. فهم لما بيخلوا الدرس الرسم في الاول جزء في المجموع، هم مش بيخلينه على جمال الرسم، على منطقيه الرسم. فانا لما انا بربي ان انا بعمل نمو في نصفين المخ. لما الطفل بقى بيحب حاجه قوي وبيعملها قوي، او احنا حتى الكبار بنعملها من غير مجهود. فاهمين قصدي؟ يعني حد يقول لك ايه، انا دلوقتي بعمل شغلي من غير مجهود عشان انا شاطر. ليه؟ عشان هو خلاص حبه، بدل حبه تمثل فيه بقى بيعمله باقل مجهود. لكن اول ما بنعمل الشغل بنعمله بصعوبه، اول ما اتعلمنا السواقه كنا بنخاف وما كناش عارفين نسوق، كنا بنروح بنقول لا، ما نركب حتى لو ركبت اتوبيس اسهل ما اسوق عربيه، كنا كلنا بنقول كده. بس دلوقتي الموضوع خلاص بقى سهل، بقى موضوع اوتوماتيك، انتقل للاشعور، للعقل الباطن. فهوريكم يوتيوب دلوقتي بيوريكم الشغل لما ينتقل للعقل الباطن. خلاص خلاص دي خلاص دي بس حقك عليا دي بس معلش مش عايز يشغل ليه.
ماشي. طبعا انا ما قدرناش نجمع كل حاجه في التربيه، بس على قد ما قدرت. اهم حاجه ان انتوا قيمه العلم انه يتطبق في تصرف، تبنوا اي فكره تحسوا انها لمساكم وحاولوا انها تظهر في تصرفاتكم، او اتليست تنقلوها للي حواليكم. يعني اللي ما عندوش اطفال، ممكن الطفل ده مش ابن مامته، الطفل ابننا كلنا. يعني ان انا اشوف ام طفل انقل له فكره، اقول لها فكره ايجابيه، او انها بتعنفها اقول لها عامليه بالراحه، او ان انا ابتسم لطفل، او ان انا اطبطب على طفل، انا كده بدعمه ليا ولبنتي ولابني وللمستقبل. فكره ان الطفل ابن مامته دي فكره خاطئه تماما. انا مره كنت ماشيه في نفق الازهر، والنفق زحمه وضلمه ومخنوقه بصراحه، شفت ولد طالع من الشباك، مجرد ان انا ضحكت له وباي بايت له، الولد انبسط وحس انه كويس وبقى عنده ثقه في نفسه، لان الطفل بياخد ثقته من الاخرين. احنا في السن ده الاخرين مهمين، بس مش فارقين معانا قوي. يعني لو لا قدر الله مثلا حد ما عجبتوش المحاضره او قال لي نقدر حاجه، هتضايق، بس مش هعتزل، مش هعتزل الحياه. يعني هحاضر مره واثنين وثلاثه تانيين. الطفل لا، الطفل ممكن يسيب مدرسه عشان كلمه من مدرسه، وبتحصل، يكره رياضه عشان كلمه من مدرب. فانا الطفل ده لما ضحكت له وانا في النفق، لقيت الولد بيبادلني الضحك وبتاع، انا ما حسيتش بالحر، ما حسيتش بالزحمه، وحالتي المزاجيه تبدلت. ماشي، انا سعيده بيكم وسعيده ان انتوا حضرتوا، واتمنى ان انا اشوفكم مرات تانية. شكرا.